مشاهدينا نحييكم من جديد. جزيرتان وآلاف علامات الاستفهام. الحكومة المصرية أكدت على سعودية الجزيرتين تيران وصنافير، أثار ذلك غضبا في أوساط الرأي العام. هناقش القضية بوجهتي النظر مع ضيوفي. هقدم الأستاذ عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن السويس. أستاذ عبد الحميد أهلا بيك. أهلا بيك. دكتور إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم. دكتور إيهاب أهلا بيك. أهلا بيك الزبائن. وعلى الجانب الآخر الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب. دكتور محمد أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتور مصطفى أبو زيد، عضو مجلس النواب. دكتور مصطفى أهلا بيك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. خليني أبدأ. أستاذ عبد الحميد، واضح أن الكرة الآن هتكون في ملعب مجلس النواب، على اعتبار أن الاتفاقية كما أعلنت الحكومة على لسان المتحدث بالأمس ردا على بعض التساؤلات المتعلقة بالبيان، قال أنه مجلس النواب هو اللي هيقرها. كونت موقفك، خاصة أنت سمعت أنك تقدمت ببيان عاجل فيما يتعلق بهذه القضية الحساسة والمعقدة، هل تعترض على بيان الحكومة اللي أكد على سعودية الجزيرتين؟ أعترض عليه على ضوء المعلومات وعلى ضوء الإجراءات وعلى ضوء مجموعة معلومات أنا هقولها. واحد، أولا طريقة معالجة الحكومة طريقة خاطئة 100%، لأن الحكومة اعتمدت على توقيت سيء، على معلومات صادمة، وعدم ما فيهاش أي نوع من الشفافية ولا المعلوماتية، وفاجأت المجتمع المصري ببيان عن المتحدث مع رئيس الوزراء عن طريق رئيس الوزراء بيقول ان تيران وصنافير سعودية. هذه صدمة حقيقية للأسباب الآتية. واحد، أولا ما كان يجب لمجلس الوزراء أن يعلن إلا بعد أن على الأقل يتشاور مع المجلس في حقه الأصيل طبقا للمادة 151 من الدستور اللي بتقول إن الاتفاقيات والمعاهدات لازم تعرض على مجلس النواب. يعني لا تأتيكم، لا ده هو تناقش معكم، المفروض ما إنه ما, ما, ما يعلنش. ما هو هياخد المصداق، أنا هدي لك الأول الموافقة سيادتك تعلن. يعني هو كده حسم القضية، حسم القضية، أعطاهم وثيقة. يعني خلاص السعودية الآن معاه وثيقة أنه الحكومة المصرية كأننا احنا مش ملناش وجود. فده تجاهل لمجلس النواب ابتداء، لأنه ده مخالفة. وبناء عليه أنا عملت إيه؟ أنا اتفاجئت فقدمت طبقا للدستور المادة 134 طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء وإلى وزيري الدفاع ووزير والخارجية، وطلبت بين إيه المبررات، وقلت كده نص إيه السيد رئيس المجلس تحية طيبة، طبقا للمادة 134 من الدستور برجاء توجيه طلب إحاطة عاجل إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية، بحيث ايه بقى بتكلم عن ايه، حول الاعلان بان جزيرتي تيران وصنافير المصريتان بانهم سعوديتان، وبيان اسباب الاعلان بالمبررات السياسية والقانونية والتاريخية احتراما للدستور وللسيادة المصرية، بالاضافة الى تأثير الاعلان الذي يمس السيادة الوطنية على ثروات بلادنا، كذلك حول توقيت نشر الإعلان. أنا ما جانيش حاجة لغاية دلوقتي، لكن المعلومات المتداولة تخليني أنا كنائب أقسمت على احترام الدستور والقانون واحترام بلدي، وأنا بقى من السويس. السويس اللي قدمت شهداء وقدمت مصابين دفاعا عن الأرض المصرية، وهي كانت يعني حائط الصد الأول في كل المعارك اللي بتيجي من الشرق. طبعا اسمها اسمها مواجهة، يعني عبد الرئيس عبد الناصر قال كده، ما من بلد ارتبط اسمه بالتاريخ الوطني والنضال للشعب المصري كما ارتبط اسم السويس. ما قالهاش كده، قالها نتيجة للتاريخ الوطني للشعب السويس. وبالتالي أنا كمواطن جاي من السويس ومنتخب بإرادة شعبية وجاي من حي الأربعين ومن الفقراء هم اللي دفعوا بيا،
فانا مواطن مصري قح، فانا كحق كنائب مصري اقسمت على احترام الدستور والقانون، فانا بمارس حق الدستوري. قولوا لنا ايه الحكايه؟ ولا سيما استاذ وائل ان الموضوع خطير بجد. واحد، اولا احنا اتربينا على المعلومات المدرسية والمنهجية عن سيناء وعن التاريخ الوطني، ونعرف جيدا التاريخ الوطني لبلادنا، وبندافع عن تراب اي رمل، ما سبناش رملة يعني. ده مسألة ما فيهاش جدال. والسويس في 67 لولا وقفة السويس، رئيس السادات قال كده، لولا السويس ووقفتها ما كان نصر اكتوبر. وبالتالي احنا بنقول الاتي: واحد، اولا انا لما ارجع انا كنائب وفي حدود معلوماتي وربما تكون خاطئه، لما ارجع للمؤرخ المحترم نعوم شقير اللي اتكلم عن شبه جزيره سيناء الحديثه والقديمه وكلامه الواضح حوالين تيران وصنافير، لما اتكلم على موقف الرئيس عبد الناصر في سنه 67 ازاي هو يقدر يتكلم على يقفل تيران وياخد موقف وهي مش على سيادته، مش على السيادة المصرية، مش سيادة الرئيس يعني. وبالتالي ده موقف تاريخي. ولم وتصريحات الرئيس جمال عبد الناصر في هذا الأمر معروفة للكافة، وبقت النهاردة مشاعة، الناس استدعتها. احنا عرضناها مرتين. استدعتها. لما يكون راجل محترم جدا أنا بحترمه، وكان محافظ السويس اسمه اللواء عبد المنعم سعيد، وكان في العمليات العسكرية وأحد الخبراء المشهود ليهم بالوطنية، لأن مدرسة الجيش دي فيها ناس محترمة جدا. هذا الخبير المحترم، وهو أنا بعتبره أستاذي في حاجات كتيرة، لأنه هذا الرجل تنقل من كذا محافظة ولم ينحاز لأي آراء غير رأيه وفكره المحترم وفكره العسكري المصري الصميم. هذا الرجل لما يعلن ويقول لا ده انا خدمت في المنطقه دي والمنطقه دي سقط مصريه وكذا، يبقى انا اثق في هذا الرجل ووطنياته وتاريخ الجيش المصري بكل عملياته. لما يجي هو اكد على مصريه الجزيره، لما يجي راجل انا برضو بحترمه، بس انا للاسف يعني اللواء محمود خلف او يعني اللواء محمود خلف، محمود خلف قائد الحرس الجمهوري، هذا اللواء المصري القح المحترم اللي اتكلم على ان سيناء ان هذه الاراضي مصريه، دول قاده عسكريين محترمين في الجيش المصري. لما اتكلم على انا ما سمعتش العصر، انا بتكلم على اللي سمعته وعلى اللي شفته كنائب، اقسمت ان انا ابقى محترم وباحترم الدستور واحترم الشعب اللي انتخبني من السويس اللي له تاريخ طويل. انا في الاخر خالص لما اجي اتكلم مثلا عن وصف مصر، اما اتكلم عن جمال حمدان، عن الكتب التاريخيه، لكن هناك معلومات على الجانب الاخر غير واضحه. كان على المجلس الوزراء، انا بتكلم في الجزء المعلوماتي، كان لازم يوضح. لكن اللي عندي بقى جزء تاني سياسي في هذا الامر يا استاذ وائل، وهو خطير. وده اللي انا طلبت فيه، انا راجل هنا محايد، انا بقول لهم لو سمحتوا قولوا لنا، ويجي السيد وزير الخارجيه المحترم، انا بكن كل تقديري لوزير الخارجيه، لان هذا الرجل محترم وعمل في الملف المصري ما بعد 30 يونيو بشكل جيد منذ تعيينه للامانه. هذا الرجل والخارجيه المصريه من ايام محمود رياض لغايه دلوقتي هي محترمه. فانا بقول الوزير الخارجيه يجي يقول لنا، ووزير الدفاع المحترم اللي كان قائد الجيش الثالث الميداني في السويس الفريق صدقي، وقلق، وهذا الرجل محترم جدا في التاريخ العسكريه برضه طالب شهادته. ايه بقى؟ اتقال يا استاذ وائل مجموعه تقارير سياسيه خبريه، انا بقى طالب صحتها ايه؟ واحد، في حاجه اسمها اعلان القاهره في 2015. اعلان القاهره ده، طب خلينا انا خلينا انا هناقش ده عشان بس اخد الجزء الاول من طيب ماشي. انه انت شايف ان بيان الحكومه اهانه لمجلس النواب، لانك انت وتجاهل مجلس النواب ولم يحترم الدستور واخفى معلومات الاساس في الـ في الـ في الـ في, الـ في مجلس الوزراء المفروض انه يعلم المصريين، ده حق دستوري ان كل مواطن مصري، الناس اللي بتدافع والشهداء اللي بتطلع وبتدافع عن، هم دول الشعب المصري اللي الاولى ان هو الناس تعرف. طيب انا اخفى كل حاجه. دكتور يعني محمد سليم،
تأخذ موقفا مختلفا، لماذا؟ أنا فعلا بأخذ موقفا مختلفا، ولكن جزئية أن الحكومة أخطأت في الإعلان، أخطأت في الإعلان وتسرعت في الإعلان، لكن أما نرجع للحقيقة بتاع الموضوع إيه؟ من وجهة نظري كنائب بمثل الشعب، أن جزيرة طيران وصنافير المعلومات اللي جمعناها من التاريخ، سيادة النائب طبعا هو جمع المواقف بتاعته على خطاب عبد الناصر الرئيس عبد الناصر، وعلى رأي الزميل كان محافظ اللي هو استشهد بيه، وعلى رأي اللواء اللي هو الخبير اللي اتكلم عليه. لا، وعلى مؤرخ مهم جدا، مفيش خلاف. احنا ده مؤرخ، اللي اهم من كل الحاجات دي هو التاريخ، تمام؟ احنا لما رجعنا للتاريخ وقراءتنا للتاريخ وجدنا الاتي. انا شخصيا كل اللي قرأته في التاريخ، تمام، لخصته في معلومات لازم الشعب المصري كله يعرفها. ان سنة 1950 الحكومة السعودية ارسلت ارسلت لحكومة النحاس خطاب ان يتولى ادارة جزيرة طيران وصنافير، تمام؟ طيب، لاسباب ان الجيش السعودي ساعتها كان جيش ضعيف، وان الجيش المصري كان متواجد وكان قوي في المنطقة. طيب، مسكت حكومة النحاس جزيرة طيران وصنافير وتولت هاتين الجزيرتين الى ان حصلت النكسة في 67. لما حصلت النكسة في 67 واحتلت اسرائيل ميناء ايلات الحربي، وخوفا من ان تمتد اسرائيل الى جزر اخرى، تمام، كان هناك هذا الوضع للجيش المصري الموجود في هذه الجزيرة. وانا بؤكد زميلك اللي قال لحضرتك انه هو خدم في هذه المنطقة فعلا، لان الجزيرة كان يخدم بها ضباط للجيش المصري، تمام. لكن في 67 احتلت اسرائيل هاتين الجزيرتين، تمام، الى ان جاء النصر في عام 73 وانتصرت مصر على اسرائيل، وجاءت معاهدة كامب ديفيد، وجلس الجانب المصري مع الجانب الاسرائيلي، ورجعت لمصر شبه جزيرة سيناء. وكان ضمن الاتفاقية في كامب ديفيد، ودي معلومة أساسية أكيد حضرتك تعرفها كل الشعب يعرفها، يعني أن الجزء بتاع تيران وصنافير ده هو جزء هيفضل من البروتوكول في كامب ديفيد تحت، مش تحت السيادة المصرية ولا السيادة الإسرائيلية، لأن إسرائيل احتلت هذه الجزر فترة من الزمن، فيفضل تحت قوات حفظ السلام. وما زالت هاتين الجزيرتين تحت قوات أو تحت إدارة قوات حفظ السلام حتى تاريخه. ومصر الآن مش حاطة أداء عليها، ولا السعودية حاطة أداء عليها. دي جزئية واضحة في التاريخ إحنا بنتكلم عنها. لكن الرئيس السيسي، إحنا لما سمعنا وعرفنا طبعا الاتفاقية اللي عملها مع الملك السعودي، هي اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، على أن تعرض اللجنة اللي هتقوم بترسيم هذه الحدود، هتعرض النتيجة بتاعت الترسيم الحدود ده على مجلس النواب. طيب، هنا بصرف النظر عن أن الحكومة أخطأت وأعلنت وقالت كل ده، في النهاية مش هيفرق معايا أنا كنائب، لأن مجلس النواب هيبقى له الكلمة الأقوى بعد ما يتعلن جميع الاتفاقيات اللي جت في ترسيم الحدود على مجلس النواب. اكيد انت كنائب وانا كنائب هيبقى لينا راي داخل مجلس النواب، وفي الاخر والاول احنا هنعمل من اجل الحكومه مصر. الحكومه المصريه لو قالت ان احنا الان بصدد مفاوضات متعلقه بالاتفاقيه وحنناقشها مجلس النواب، انما الحكومه شوف المصريه، شوف حضرتك قلت كلمه مهمه يا استاذ وائل، نحن الان في صدد مفاوضات، اعلنت يعني انت دلوقتي بتتكلم عن جزيرتين وفقا لبيان الحكومه المصريه ليست مصريتين. انا شخصيا حضرتك بتقول ان دي هم قالوا ان احنا في مفاوضات، لكن البيان الاقوى بالنسبه له هو بيان رئيس الجمهوريه ان في اتفاقيه الان ابتدت لاعاده ترسيم الحدود.
هذه الاتفاقية نتائجها هتعرض على مجلس النواب بالكامل. الحكومة طلعت تصريح، أنا أي نعم بقول الحكومة أخطأت في أن هي استعجلت في هذا التصريح. طيب أنت بتقول هي أخطأت مع يقينك بسعودية الجزيرتين أكيد، لكن في حاجة عاوز أقول لحضرتك عليها برضو، الجزئية الإعلامية اللي طلعت في وجود الملك داخل مصر، واستخدم الموضوع بفزاعة كبيرة بأن القيادة المصرية تتنازل عن جزء من أراضيها للسعودية، وأن القيادة المصرية تبيع الأرض المصرية، كل ده يعني أنا شايف إن هو عمل من بعض الناس استخدموا هذا الموضوع بقوة للضرب بالنظام المصري الحالي، ولكن الشعب المصري تعتقد أن قضية التراب هتستغل؟ يعني هي قضية كل مصري زايدة، يعني مش ممكن سيدي. هل أنت تدري أن الآن بعد إذنك يا أستاذ وائل ابتدى يطلع تصريحات أن مصر هتاخد 2 مليار دولار سنويا و 25% من دخل البترول من هاتين الجزيرتين، وهذه التصريحات كلها مفبركة، ما هي إلا لإثارة الشعب المصري. مش جايز إنك أخطأت التوقيت، إنه ده يحصل في الوقت اللي السعودية جاية تقدم حزمة مساعدات لمصر 20 مليار دولار. ده كلام مظبوط، أنا بقول لك هناك خطأ في الإعلان عن هذا الموضوع، وكان يجب أن يتأخر هذا الإعلان بعد حزمة الاستثمارات اللي جي بيها الملك لمصر والمستثمرين السعوديين. أنا بعتبره خطأ في الإعلان، لكن في النهاية أنا أما اتكلمت عن رأيي كنائب وقلت ان في حقائق في التاريخ بتقول كذا، هركن التاريخ على جنب. اتفاقيه اعاده ترسيم الحدود هتعرض عليا كنائب، وانا كنائب اذا لقيت فيها ما فيش مكاسب لمصر انا لازم احقق مكاسب لمصر، وكل النواب هينظروا ما هي المكاسب لمصر. اذا اعترف المجلس بان هذه الجزيرتين تابعين للسعوديه سينظرون ما هي مصلحه الجانب المصري طوال هذه السنوات ال50 سنة أو ال65 سنة. مصر قعدت على هذه الجزيرة 65 سنة أو 50 سنة، إيه الجانب المصري هيستفيد بيه؟ وسالة دماء للدفاع عنهم، مفيش خلاف على كده، وسالة دماء زي ما حضرتك قلت. لازم هناك النواب مصر سيراعوا هذا الموضوع بعد اقتناعهم الكامل بالمستندات بما جاء في ترسيم الحدود. طيب قبل ما عايز تعلق على الموضوع دكتور إيهاب، انا يعني للاسف الشديد طبعا الزميل العزيز النائب زميلي العزيز، انا لا افهم ان ازاي يبقى في دور لمجلس النواب رقابي على اتفاقيات وحق دستوري والحكومه تعلن قبل ما تاخد موافقه مجلس النواب، وفي توقيت سيء. انا دلوقتي قدام اسقط في يدي، وبالتالي انا لا اما انا وانت نعمل لها طلب احاطه، وانت عملت طلب احاطه هنا فعلا نجيب الحكومه ونعمل لها طلب احاطه ونحاسبها ليه اعلاني في ملاحظه وليه تسرعت في هذا الموضوع في ملاحظه تانية. بس خلاص انت اعطيت السعوديه وثيقه بسعوديه الجزيرتين. في حاجه تانية، في خلط بقى. اولا جميعا كل المصريين بما لديهم من وفاء وعلاقات الدم والمصاهره والعلاقات الجيده بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه منذ ان كان المحمل النبوي الشريف يتعمل هنا، ومنذ ان كانت التكيه المصريه هناك، ومنذ ضرب الحج، وكل العلاقات الاخويه دي والعلاقات القويه، ولا ننسى موقفهم في 73. كل مش عايزين ندخل الامور في بعضها، هذا لا ينقص الملك سلمان المحترم والمملكة العربية السعودية شعبا وجيشا وإخوة، ده لا يمكن المساس به، لكن احنا بنتكلم على جانب وطني يهمنا مع حكومة مصرية تهمنا، وبالتالي حقنا كمجلس نواب نقول لهم لا لو سمحتوا انتوا اخطأتوا في دي. اتفقنا في دي مع بعض. لا التوقيت متفقين في دي مع بعض، مش هسيبه بقى لما يعلن في التوقيت، احنا متفقين في دي مع بعض. لو سمحت يا سيادة النائب، انا احنا هنا لازم يبقى نتحلى بنوع من الموضوعية، وهذا البرنامج موضوعي. انا في الاخر خالص انا لا يمكن اخلط بين الزيارة، من الذي خلط ومن الذي عمل التوقيت الغلط؟ انا هستنى بقى ولا لازم انا بدافع عن ارضي؟ وبالتالي احنا نناقش موضوع وطني ليس له علاقة بالزيارة ولا باحترام الضيوف ولا بالعلاقات الأبدية ولا بالعلاقات التاريخية ولا اي اللي حاجة، اللي هي ارضي عرضي. ده موضوع مختلف عليه، وبالتالي حتى هم لو يعني على الجانب الاخر حتى لو هم متصورين ان ده حقهم وبيطالبوا بيه، احنا نحترم ده اذا كانت هذه حقوق، فما دي ما فيهاش حاجه، ولا هنقول لهم ايه انتوا جايين تعملوا كده ولا لا. لا هو من حقه من حقه طبعا،
وانا من حق ان ادافع عن قدرات وبالتالي في النهايه هننتظر ليس لها علاقه هننتظر يا سياده النائب هننتظر انا هننتظر ثانيه قرار لجنه التقسيم مش هستنى الحدود بين مصر والسعوديه عشان نوضح للشعب المصري انا في حاجتين لا نخلط مع الزيارة واحترامنا للمملكة العربية السعودية ولا نخلط مع قواتنا المسلحة لا يختلف اثنان على أهمية العلاقات بين مصر ولا والسعودية نختلف على احترام كل مصري لخادم الحرمين ده واحد والشعب السعودي وبرضو لا نختلف على هذا الجيش المصري العظيم الذي دافع وقدم شهداء من أبناء الشعب المصري عن كل حبة رمل وعشان كده شهادة العسكريين كانت واضحة وكانت عظيمة وكانت ما فيهاش بيع ولا شراء ولا كيالين ولا كيل ولا أي حاجة ودي شهادة للجيش المصري المحترم وعشان كده لازم نبعد بقى في الموضوع ده الجيش المصري عن هذا الصراع ونبعد برضو المملكة السعودية احتراما وشعبا عن هذا الصراع لكن نناقش موضوع وطني له أبعاده الوطنية ودفع المصريين دم وشهداء ومصابين في حروب عشان طابا اللي قد كده هو انت هنا يعني تتهم ان انت حولت الدم الميه يعني ما هو انا مش عارف انا هقول بقى حاجه بعد اذنك لا ما اولا بدايه يعني كنائب للشعب على يقين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ولن يفرط في حبه رمل مش حبة رمل في ذرة رمل اللي من أرض الوطن وأقول لإخواننا اللي مالوا الدنيا صراخ وعويل في الساعات الماضية ما تزايدوش على شعب مصر ولا نواب مصر ولا على رئيس مصر بداية نخش بقى في الموضوع طيب بس عايز اقول لك يعني ربما لا يختلف اثنان على اللي انت بتقوله لكن في نفس الوقت اقول لك ليه مش معنى انك هفترض ان السلطه اخطات هل انت السلطه ما اخطاتش انا ده عباره عن ايه ده اتفاقيه تفاهم كذا ولسه طالع النواب وقبل ما وبعدين الموضوع مش النهارده الموضوع بقى لنا 6 سنين تقريبا حوالي 11 اجتماع 3 اجتماعات من ديسمبر 2015 الى الان وفي قبلها 8 لجان فيها علميين فيها متخصصين فيها عسكريين فيها مستشارين للامن القومي الموضوع ماشي انا جاي لك في الكلام بس انا بقول الموضوع من 6 سنوات في لجان في هذا الموضوع هنيجي في سنه 90 وحاجه ثابته عملوا ترسيم للحدود في حاجه اسمها نقط الاساس خط المنتصف سمعت الاخ حمدين صباحي يتكلم عن ايه يقول لك خط المنتصف خط المنتصف ده طلع غرب تيران وصنافير طلع غرب مين اللي يقول انا بقول لك اللي قرناه في التاريخ برضك وموجود ومسجل يعني التاريخ بتاعنا يعني انا درست في المدرسه ان تيران وصنافير مصرياتين بقول لحضرتك ايه بقول لحضرتك تربيت على ذلك يعني ده في المنهج بتاع سنه اقطع هذه الكتب دلوقتي ولا اعمل ايه في حاجه اسمها ترسيم حدود في حاجه اسمها نقط الاساس فخط الاساس ده قال ان صنافير وتيران شرق هذا الخط ده شرق هذا الخط يعني مش مصرياتين كده يعني ده اللي احنا ايه قلناه هنيجي على نقطه تانية الاختلاف التباين شيء صحي مفيش مشكله خالص بس لازم نتفق على حاجه احنا كلنا وطنيين ومش هتزايد على حد طبعا فما نستعجلش الاحداث اللي زي ما الاخ محمد قال دكتور محمد قال الاتفاقيه هتجيلنا هتندرس هتستدعي من تشاء هيجيلك ناس علميين ومتخصصين يقولوا هذا الكلام اما نيجي في التاريخ زي ما دكتور محمد قال ان 48 سنه بعد 48 ونكسه بتاع فلسطين ان الملك سعود رحمه الله عليه طلب من مصر حمايه الجزيرتين دولي لان ما عندهمش قوات بحريه في هذا التوقيت قادره على حمايه الجزيرتين وبعدين التاريخ بقى مشي 67 حصل نكسه 67 اسرائيل احتلت الجزيرتين بعد كده 73 استرضينا شبه جزيره سيناء كان بديفيد جت المعاهده بقى بتاع كامب ديفيد الزمتنا مفيش قوات عسكريه اعتبرتها من منطقه جيم
اللي هي ما فيش قوات عسكريه. كده ما انت سنه 1906 مصر وقعت فرمان من السلطان العثماني بقى اللي هو معاهد تحديد الحدود العثمانيه. يعني العثمانيه بقى هيبقى ماشي ودخلت في ما انا بقول لسعادتك ماشي. انا بقول انا مقتنع بديت ماشي انه مصر ولا سعودي. انا بقول على معاهده الحدود العثمانيه كان فيها طيران وهل ضمن الحدود المصريه. الحدود المصريه وعلى الخرائط في المجلس لما هيتعرض الكلام ده كلنا هنناقشه. ما هو لكن انا بس السؤال انا عايز طيب والله يعني كلهم خدوا الكلام على ترسيم الحدود. انتوا امسكتوا دي بس ليه؟ طب ما في اتفاقيات الجسر اللي هيتعمل ده والخير اللي هيسبب. ما هو لا علاقه للجسر والاتفاقيات ما بين قوانين السعوديه بالسياده المصريه. انت حلفت في القسم بتاعك على احترام الدستور وقانونه ايه؟ وحمايه وحده وسلامه الوطن وسلامه اراضيه. اعتقد يعني وبالتالي انا عايز اوضح نقطه مهمه. اولا بعد اذنك يا ولد بيه بعد اذنك يا معلم احنا حلف يا معلم. اولا انا عايز اؤكد زي ما حضرتك قلت مشكورا اكثر من مره على عمق العلاقات ما بين مصر والسعوديه وان اي خلاف اي مكان لن يؤثر على العلاقات المصريه السعوديه سواء على المستوى الرسمي او على المستوى الشعبي. ده لازم نؤكد على ذلك وان اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. تمام. الحاجه الثانيه ودي نقطه مهمه احنا كلنا ثقه في القياده السياسيه وفي حكمتها. كلنا ثقه في الجيش المصري انه جيش وطني جيش مننا احنا فلن يفرط في ذره رمل من الاراضي المصريه. لازم ناكد على هذا الكلام. الحاجه الثانيه اللي عايز افرق في النقطتين لان الموضوع ما بقاش فيه لبس. اذا كانت تلك الجزيرتين مصريتين فليس للمجلس سياده وليس حتى للحكومه سياده في اتخاذ اي قرار لان ولا ينفع في استفتاء شعبي ولا ينفع المجلس انه يبيع حته من ارضه او يتنازل عنها. فالموضوع يبقى منتهي اذا تيران وسنافير جزيرتين مصريتين فلا احنا كمجلس نواب هيبقى لنا دور ولا حتى للاستفتاء الشعبي ينفع للسفتة. لان طبقا للدستور لا يجوز اصلا التنازل عن شبر من ارضك. فعشان بس يبقى احنا واضحين. طب هي الحكومه بتقول ده هيجي المجلس النواب ليه؟ لان الحكومه قالت انها تلك الجزيرتين سعوديتين وبالتالي النهارده الموضوع اللي جاي لنا ده مجرد اتفاقيه دوليه عاديه بتيجي بتعرض على المجلس يوافق عليها او يرفضها. دي نقطه انا يهمني قوي ان انا اوضحها. في فرق ما بين اذا كانت مصريه واحنا اصرينا على انها اتفاقيه على ترسيم الحدود خلاص لو فيها كان محطوط فيها ان تيران وصنافير تابع للجانب السعودي واترفضت من المجلس. ما هو يا فندم هو مش هتقدر تاخدها. هو مش طارق عليا اتفاقيه ترسيم الحدود. هو الراجل خلص خلاص يا معالي. انا على فكره يمكن يا معالي الحكومه خلصت خلاص. الحكومه اعترفت انها يا فندم يا معالي هو انا بيطرق عليا اتفاقيه ترسيم حدود ولا بيطرق عليا ان الموضوع انتهى الجزيرتين سعوديتان وان الموضوع انتهى؟ الموضوع خلص. الحكومه بتطرق عليا الموضوع خلص. ثانيا انا عايز اقول حاجه يا قلبي. انا جالي الحجج والمستندات اللي الحكومه مقدماها كلها خطابات من وزيره الخارجيه السعوديه اللي ساعتها احمد عصمت عبد المجيد وزير الخارجيه انذاك. ما هو النهارده وزير الخارجيه السعودي سالناه عادل جبير ما الذي تملكونه من ما فيش يا فندم. ما المستندات معايا الخطاب الدكتور عصمت عبد المجيد فتسير. وزير الخارجيه الاسبق وبيقولوا خطابات ارسلتها السعوديه تشكر الملك فاروق لانه حمى الجزيرتين. طب هل ده مبرر لان هي سعوديه؟ لا. هل خطابات السعوديه بتقول احنا بنؤكد على السلطه المصريه وعلى الرئيس حسني مبارك ان هي انها سعوديتين وان احنا برضو السياده المصريه الموجوده عليها قائمه؟ النقطه الثانيه ودي مهمه جدا. طيب لو انا ماليش حق انا ما اعرفش انا اللي بلاقي الكلام اللي وصلني ومن مصادر موثوق منها ان في 2 مليار دولار و25% من اي ثروه طبيعيه موجوده داخل الجماعه. لا 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 يا فندم مش فيسبوك ده موجود في الاتفاقيه وهتعرض عليك. لا 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 مش موجود. هتلاقيه موجود في الاتفاقيه. اللي موجود في الاتفاقيه ان في ان 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 مصر هتتولى حمايه الجزيره وان الجزيرتين دول هيبقوا القواعد للجسر البري. ما هو الجسر البري جاي من شرم الشيخ على الجزيرتين راس حميد يعني. أيوه. تخبر حضرتك. طب يعني احنا هنتولى الحمايه عليهم ولم تعد السياده لنا فيهم هنتولى ما كده خلاص. انت بتتولى حمايه طبقا الاتفاقيه اللي مضيه مع الجانب السعودي. انت بتتولى حمايه الجسر بالكامل. مصر طبقا لاتفاقيه الجسر مصر هتتولى حمايه الجسر بالكامل وبالتالي هيكون لك قوات موجوده هناك في الجزيره. هم بيقولوا يعني بعض المسؤولين الحكوميين ان هو بيقول لك انا اضافه بالنسبه لي النهارده جزيرتين
ضمن المنطقه جيم، وبالتالي انا موجود هناك بقوات شرطيه بمعدات خفيفه بظوارك. لا ده انا لما سيبها سياده السعوديه وفي حين ان انا عندي اتفاقيه حمايه الجسر انا اقدر اودي اسلحه ثقيله في المنطقتين دول. لا لا مش صحيح. فده كلام انا ما انا بقول لك ده كلام انا وزير الخارجيه السعودي سالناه في دنب قال انه التزامات مصر تنتقل للسعوديه، السعوديه هتلتزم بنفس الالتزامات اللي كانت بتكون لهم حاجتين. انا بتكلم على الجسر بس. واحد الا تستخدم الجزيره عسكريا عشان وبالتالي ينزل. يعني ما حدش هيستخدمها عسكريا. اثنين انها تضمن حريه الملاحه، حريه الملاحه دول الالتزامين اللي هينتقل من مصر الى السعوديه. او وزير خارجيه السعوديه الاتفاقيه تلزمنا بامرين على الشاشه، عدم استخدام الجزيرتين عسكريا، حريه الملاحه. ده قالهم وزير الخارجيه السعوديه اليوم معانا في لقاء مع تمام يا فندم. النقطه الثانيه وهي المهمه، النقطه الثانيه وهي المهمه، طب هي لو هي مش مصريه محطوطه ضمن المنطقه جيم ليه في اتفاقيه كامب ديفيد؟ ما ده موضوع لوجيك يعني، دي محطوطه ضمن المنطقه جيم كانت ساعتها تحت السياده المصريه. طيب يا فندم يبقى انا يبقى اذا ما ينفعش الحكومه تدي صك على بياض للحكومه السعوديه بدون ما يبقى فيه. قلنا ان في خطا عند الحكومه في التصرف. ثانيا هناك شبهه يا وائل بيه، معلش هناك شبهه. ايه الشبهه؟ الشبهه ان انا بقدم تنازل في مقابل المساعدات الاقتصاديه. اي مصري واي عاقل هيضع في اعتباره هذه النقطه، ان احنا النهارده بندي تنازلات. هل وصلنا الى هذه الحاله ان احنا انا قلت كلامي في بدايه كلامي على يقين ان عمره ما يتنازل عن ذره رمل باي حال من الاحوال. لماذا وضعنا انفسنا في هذه الشبهه؟ شوف انا ما بعتبرهاش شبهه، لكن انا بعتبرها اعاده اتفاقيات بين دولتين. لا هو سيبك من اعاده، هو دلوقتي بيقول لك انه في الوقت ده ففي شبهه وكاننا تنازلنا علشان المساعدات اللي جايه لنا. تصرع في الاعلان وجاء في الجانب الاعلامي هو اللي حط مصر في هذه الشبهه، لكن احنا يعني انا براهن على الشعب المصري ان هو هيكون فاهم الحقيقه فين. يعني انا على فكره وائل بيه يعني اطالب فعلا ان يكون في حوار موسع من قبل مؤرخين، من قبل ناس عسكريين من القوات المسلحه، ونحن نثق في القوات المسلحه. عايزين استاذ عطيه صبيح عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء وهو ايضا عضو مجلس النواب عن هذه المنطقه. استاذ عطيه اهلا بيك. استاذ عطيه معانا يا جماعه؟ طب هنجيبه تاني لغايه طب انا طيب لغايه بس ما نجيبه. دكتور مصطفى فؤاد عميد كليه الحقوق جامعه طنطا واستاذ القانون الدوله. دكتور مصطفى اهلا بيك. اهلا وسهلا بالله، اهلا بيك وجودك. اهلا بيك اهلا بيك يا دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، ازمه الجزيرتين مصريتان ام سعوديتان؟ يعني اسمح لي اولا بعد المناقشه القيمه والمستفيده اللي بسمعها، انا بهني اسرائيل وشعبها على هذا الخلف اللي بيحصل ما بين الشعب المصري حوالين جزيرتين. كنت اتمنى ان هو يقرا التاريخ كويس، يقرا القانون الدولي كويس، علشان خاطر لما يجي يبدي رايه يبقى الراي صائب في هذه الحاله. وانا بتمنى على الاستاذ وائل، وانا اعلمه انه راجل وطني درجه اولى وخبرته كثير في كثير المناسبات، انه لو انا هقول حاجه مشكوره نكتبها ورايا علشان حضرتك تراجعها، ولما تراجعها اعتقد ان ممكن يكون الراي عندك قد يختلف الى حد ما. حضرتك تعلم تماما انه خليج العقبه كان اسمه خليج تاريخي قبل ما اسرائيل تطلع في الموضوع، وكان بيعتبر تاريخ خليج تاريخي باعتبار انه هو يخضع لبلدان عربيه، الاردن والسعوديه ومصر. عندما اسرائيل دخلنا في حرب مع اسرائيل سنه 48، للاسف الشديد قدرت اسرائيل في الهدنه انها تاخد مناطق يخللها سياده على البحر الاحمر من خلال ميناء ايلات اللي كان اسمه قبل كده ام الرشراش. والغريب في الامر ان ام الرشراش ما حدش ناقشه اذا كان ده منطقه عربيه، اذا كان ده منطقه او يدخل في الحدود المصريه ولا ما يدخلش. ومع ذلك مش ده قضيتي دلوقتي، لكن انا قضيتي انه بعد ما اسرائيل اصبح لها منفذ على البحر الاحمر واصبح لها هذا الميناء اللي احنا بنسميه ميناء ايلات بعد تحويله من اسم ام الرشراش، ابتدت اسرائيل
تعس في البحر الأحمر عشان خاطر المراكب بتاعتها تبدأ تنزل في البحر الأحمر. في هذه الفترة المملكة العربية السعودية لم تكن لها باع في الأمور العسكرية ولا الأمور البحرية، فاضطرت أنها تدي لمصر حق الرقابة، حق الإشراف على هاتين المنطقتين في ذلك الوقت. إنما الحكومة المصرية سنة 1951 والحكومة المصرية سنة 1958، وأتمنى أنك تكتب لي هذه التواريخ عشان ترجعوها، لأن ده اللي احنا بندرسه للطلبة بتوعنا، وأنا مش مسؤول عما يكتب في كتب التاريخ، لأن أكد ما يكتب في كتب التاريخ لا يمد للواقع بصلة. اتعمل خطوط أساس سنة 1951، اتعملت خطوط أساس سنة 1958 علشان خاطر نبين للعالم ان مفيش مشاكل بيننا وما بين السعودية، اللي بيمتدت العلاقة بيننا الى ما تسمى بالعلاقة التاريخية والروحانية والثقافية الى مشاكل، خصوصا ان دول اكبر دولتين موجودتين في الشرق الاوسط. للأسف الشديد عام 1967 استطاعت اسرائيل انها تسيطر على هاتين المنطقتين اللي هما جزيرة صنافير وجزيرة تيران. بعد ما سيطرت عليهم لحد سنة 73 ودخلنا في الحرب وانتصرنا سنة 73، وابتدت المفاوضات ما بين مصر واسرائيل اللي انتهت باتفاقيتين، اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية السلام. لو رجعتم لاتفاقية السلام هتلاقوا ان الرئيس السادات كتب بخط يده اثناء المفاوضات انه يتعين ان تخرج جزيرتي ايران وصنافير من المفاوضات باعتبارهما جزيرتين سعوديتين. وهذا المكتوب وهذا الموجود موثق في الأمم المتحدة حتى التاريخ اللي أنا بكلم حضرتك عليه دلوقتي. لما أصبحت هذه الوثيقة الدولية المتعلقة باتفاقية كامب ديفيد موجودة واتفاقية السلام موجودة ومحطوطة في ميثاق في سجل الأمم المتحدة التابع للأمين العام للأمم المتحدة، ثم بعد ذلك انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول العربية نتيجة هاتين الاتفاقيتين. فطلع بعد كده رئيس الوزراء المصري سنة 83 وطلع مرسوم وقال فيه ان تعتبر منطقة راس محمد وتيران وصنافير منطقة محمية مصرية، وبالتالي عقد الامور، وده نتيجة الوضع السياسي اللي كان موجود ما بين مصر والدول العربية في هذا الوقت. لما رجعت مصر لحضن الدول العربية سنة 88 و89 بعد ما استعدنا طابة، سنة 1990 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 باعتماد المرسوم بخطوط الأساس بين السعودية وبين مصر واعتبار صنافير وتيران داخلة في حدود السعودية. وهذا القرار أبلغ للأمم المتحدة في 2 مايو عام 1990، وبالتالي أصبح هذه الخطابات وهذه الإعلانات توثق الاتفاقية بين مصر والسعودية في ترسيم الحدود وخطوط الأساس فيما بينها في هذه الجزئية. رتب على ذلك وبعد عودة مصر إلى حضن الدول العربية بداية من 88 ان تبقى الامور ماشية بالطريقة الدبلوماسية، خصوصا في ان العلاقة بين السعودية ومصر حساسة الى حد كبير، وفي نفس الوقت مصر السعودية وقفت جنب مصر سنة 73 وما طلبتش منها حاجة. السعودية وقفت جنب مصر في 30 يونيو وكانت اول من يعلن اعترافها بالتغيرات الثورية اللي حصلت، وكنا في امس الحاجة ان يقف حد جنبنا من غير ما تطلب حاجة. المسألة هنا ما هياش مسألة الدين وديك وشيلني وشيلك، المسألة أكبر من ذلك. لما يجي يعمل دلوقتي يتعمل اتفاق، هذا الاتفاق بيعتبر كاشف وليس منشئ لوضع جديد، هو كاشف لعلاقة قديمة كانت موجودة وليس منشئ لوضع جديد. وبالتالي فإن النقاش في هذه الجزئية يتعين بداية أن يسبقه أن نقرأ هذه المواثيق، وأنا بالذات اللي يهمني من هذه المواثيق كلها ما تم تسجيله في الأمم المتحدة فيما يتعلق بمناقشات كامب ديفيد واتفاقية السلام اللي أعلن فيها الرئيس الراحل المرحوم
محمد حسني الراحل انور السادات انه هاتين المنطقتين ليست منطقه مصريه وانما هي منطقه سعوديه وتدخل في اطار السياده السعوديه واحنا ما علينا لها الا مساله كنترول. الوضع دلوقتي في المنطقتين دول يا استاذ وائل اما لا سياده لمصر عليهما. موجود فيها قوات حفظ السلام واحنا لينا قوات امن مركزي لانه بموجب الاتفاقيه لا نستطيع ان نضع فيها اي قوات عسكريه. عندما تعلن السعوديه الان واليوم بالذات انها ملزمه بالاتفاقيات ده معناها انها بتحترم ان مصر صدقت على اتفاقيه وضعت فيها هاتين الجزيرتين في وضع المنطقه جيم اللي بتبقى موضوعه تحت قوات حفظ السلام، وبالتالي السعوديه بتحترم هذا الموقف لمصر وما بتخشش معاها في نزاعات وبتضطر انها تدخل في اطار احترام هذه الاتفاقيات زي ما بنحترم كل الاتفاقيات الدوليه. بتمنى عليك يا استاذ وائل وارجو ان ما اكونش اقل. لا لا بالعكس. طيب الجذور الجذور التاريخيه اللي قبل ذلك في 1906 وقعت مصر اتفاقيه اللي هي بتحدد حدودها الشرقيه مع الدوله العثمانيه، ودخلت تيران وصنافير في الحدود المصريه. بتمنى على سيادتك بتمنى على سيادتك لثالث مره ان تراجع هذه الاتفاقيه حتى ترى بنفسك وتقرا بنفسك انه لم تدخل هذه الجزيرتين في هذه الاتفاقيه على الاطلاق. عشان كده لما الناس بتتكلم لما الناس بتقول لما الناس بتعيد بتمنى عليها القراءة المتأنية قبل كل شيء. اقرا بنفسك يا استاذ وائل هذه الاتفاقية وهي منشورة سنة 1906 لم يتطرق فيها الوضع الى هاتين الجزيرتين وانما كانت المسألة متعلقة بالحدود الشرقية لمصر المتعلقة بمنطقة راس محمد، المنطقة المتعلقة بطابة بالعريش. لم يتدخل احد فيما يتعلق بصنافير ولم تدخل في حسبان هذه الاتفاقيه لان هم جزيرتين صغيرتين اكبرهما تيران وياتي بعدها في الصغر منطقه صنافير. طيب عشان سياده النائب عايز يعلق على كلام حضرتك هو تسمح لنا نشكر الدكتور بس بعد اذن حضرتك خلينا بس هنسمع وبعدها دي مداخله على شرح الوافي بكل تفاصيل القانون الشعب المصري اللي اسلم صدوره يؤكد على سعوديه الجزيرتين. الكلام الدكتور من الناحيه العلميه هو بيحلنا الى الموضوع الاساسي وهو الاخفاء وهو عدم الافصاح وهو ما بين المعلومات المتاحه وبين الخلافات في الراي. احنا انا كنائب ولست متخصصا اللي انا عرفته من ان نعوم شقير ده كان احد الناس اللي بتساهم في الترسيم واللي قال واكد على ان هذه ان تيران وسنافير مصريه وانا عندي المناهج المدرسيه اللي فيها بيدرس للطلاب وعندي مواقف عسكريه واضحه وعندي خبراء بيقولوا وجهات نظر اخرى فبقى عندي التباس. هذا الالتباس بين الخبراء لا جدال فيه. ندخل في الالتباس. لا لو سمحت انا اكمل انا بعد اذنك انا بعد ندخل في الالتباس بعد اذن سيادتك. فاحنا دلوقتي يا استاذ وائل الاصل في الموضوع هو ان الحكومه المصريه والبيان الصادر عن مجلس الوزراء كان يجب عليه ان يزيل كل الالتباسات ويكون عنده نوع من الشفافيه. لا مش عنده نوع من الشفافيه، شفافيه كامله. لكن احنا النهارده لما نقرا ان كانت في اجتماعات ومداولات على مدار 3 سنين او 4 سنين او حول اكتر من كده ازيد من كده وحول ان هناك في بواكير في ان هذه المنطقه فيها غازات فيها غاز طبيعي وحول اتفاقيات وغير وغير. لا بعد اذنك كل هذا الكلام وفي هذا التوقيت من اولا الالتباس الدكتور مشكورا اللي قاله ده من الناحيه العلميه مقبول. لكن انا مش ما قداميش الوثائق اللي هي بتقول الكلام ده قدام الامم المتحده ولا معروف لدينا
ولا الحكومه نفسها المسؤوله عن هذا. ارجع للاتفاقيه كامب ديفيد. انا اتفاقيه كامب ديفيد مع حتى الصلاح بعد اذنك هاتين الجزيرتين اكمل واحده يكمل وجهه نظره وبس. اكمل وجهه نظر يا سياده النائب بعد اذنك. وبالتالي ده بيزيد الموضوع غموض. ليه بقى؟ ماذا لو كان خرج علينا المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء وقال بيانا واضحا واعلن فيه ان احنا 1 2 3 4 5 6 وان الموضوع سوف يحال الى مجلس النواب بعد اذنك. لا بقول لك زي ما الدكتور مصطفى قال كده بالظبط زي ما قال. طب خلاص لا مش خلاص على فكره ده المنصوص عليه في البيان. بالعكس بقى الكلام اللي بيقوله يا الدكتور بياكد ده عليه في البيان ان الموضوع هيتعرض برمته على مجلس النواب. لا يا سياده النائب يا سياده النائب على فكره يا سياده النائب يا سياده النائب ده هيتعرض على فكره. انا بتحدث عن رأي يعرض امتى؟ قبل ما تعلن الحكومة يا سيادة النائب. مش أنا الحكومة دي بتعلن حاجة مش من قبل ما تتفق عليها. الإعلان ده الإعلان ده الإعلان في لجنة بقالها 6 سنوات الإعلان بقالها 6 سنوات الإعلان لجنة مشتركة بين الجانب السعودي والجانب المصري. يا سعادة الباشا على عينيا اللجنة دي وصلت لي لو سمحت بعض القرارات. القرارات يعني دي أنا النهاردة دلوقتي في الاتفاقية وهتعرض علينا. ماذا لو كان السنوات. الدكتور قال كلام مختلف نرفضها ونقبلها. احنا مش عايزين نعمل صراع. لا لا خلاص الموضوع في الاساس الموضوع في الاساس ان الشعب المصري هناك خلاف. المؤرخين اختلفوا. طيب خلينا بس عشان هناخد دقيقه دكتور مصطفى بس سؤال عشان بس قبل ما قبل ما يمشي سؤال. طب البعض هيسال لماذا الان فقط؟ يعني حضرتك قلت طب لماذا لم يتنازل عنها الرئيس الراحل انور السادات؟ لماذا لم يتنازل عنها الرئيس الاسبق مبارك؟ لماذا الان فقط؟ دكتور مصطفى عاوز اضيف حاجه يا جماعه. دكتور مصطفى اضيف حاجه طيب. اتفضل بس عشان يعني معلومه صغيره كده يعني انا كلمه تيران تير تيران سيران تيران في اللغه بتاع دي ايه؟ امواج البحر ويقال دي لهجه سعوديه. ده موضوع تاني. احنا جماتير موج البحر. احنا لو جينا خدنا في اللغه ما احنا بنتكلم لغه تانية. ما احنا بنتكلم حاجات تركيه يا رجل. انا كنت اتمنى زوائل ان هذا الموضوع لا يثار على الهواء. لا اقول لك ليه بس اقول لك ليه. ده امن قومي يا جماعه. في معلومات ان امريكا هي كل بتحاول حاجه كل بتحاول حاجه لا تثار بتحاول تخفف قوتها في القوة متعددة الجنسيات في تيران. معلومة بس يعني. وفي خوف من انسحابها نهائيا. هو انت متصور ان هي فرصة على الهواء يعني ادي فرصة لطرف ثالث. طرف ثالث ايه ده؟ في قرية العالم بقى قرية كله الناس على الهواء. احنا على الهواء كلنا. هل انت متخيل ان الحكومة هتوقع والقيادة السياسية هتوقع مثل هذا؟ طيب خليني اسال بس دكتور مصطفى بسرعة تاني. دكتور مصطفى كان سؤال السؤال اللي بيسأله الناس لماذا الآن فقط؟ طيب لم يسلمها السادات الرئيس الراحل أنور السادات ولا الرئيس الأسبق مبارك؟ الرئيس الراحل أنور السادات أستاذ وائل لم يكن يملك من أمر سيناء شيء لحد عام 1982 لما قدر ان هو يحط العلم المصري. طيب من 82 حتى الان من 82 حتى الان لماذا من 82 حتى الان 1990 لو انا لو زي ما قلت لسيادتك وقلت لك اكتب ورايا لو سمحت صدر قرار رئيس الجمهوريه رقم 27 لسنه 1990 هذا القرار كان بناء على لجنة عملت لترسيم الحدود ما بين مصر والسعودية واللي وضعت فيها صنافير وتيران ضمن السعودية. فصدر هذا القرار الجمهوري من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رقم 27 لسنة 1990 وبناء عليه صدر المرسوم الملكي عام 2010 يؤكد فيه على القرار المصري أو قرار رئيس الجمهورية المصري. وزي ما بقول لسيادتك تم اختار الامم المتحده وسجل لدى الامين العام للامم المتحده في 2 مايو سنه 1990 واعتقد ان الدكتور مفيد شهاب اوضح هذا الكلام امبارح يمكن اوجز يمكن قالها لكن الوثائق اتحطت عند الاستاذه لميس الحديدي المتعلقه بهيئه الامم المتحده. انا بتمنى عليكم
ما نبقاش يعني ما نبقاش بالعاطفة، نقرأ القانون، نقرأ الأوراق، نقرأ المستندات. يعني مع سيادتك نواب هائلين من البرلمان بتمنى عليهم هي القضية مش قضية عاطفة فقط يا دكتور، يعني انت عارف سالت الدماء في هذه الأرض دفاعا عن مصر يعني، والحقيقة ما كانش كلام يعني امبارح ال كان معي اللواء عبد المنعم سعيد وقال احنا كان يعني وحداتنا العسكرية فيها وكنا نقاتل، وانا كمحافظ جنوب سيناء لم يبلغني احد ولا اعرف. الدماء المصرية يا استاذ وائل اسيلت على ارض سيناء بالكامل، واسيلت معها الدماء العربية اللي جت وقفت جنبنا سنة 73. عشان كده انا بقول لحضراتكم ممكن نقرأ بس الوثائق، انا مش طالب اكتر من كده. انا بطلب من حضراتكم اقروا نقرا الوثائق بس، يعني انا مش فاهم اكتر من كده. الجميع عنده وثائق يا دكتور، هي القضيه انك استيقظت فجاه على بيان من الحكومه المصريه بسعوديه الجزيرتين. انا هعلل لك. لم تطرح ذلك لنقاش، لم تطرح ذلك لنقاش مجتمعي، ولم يعلم الناس بهذه المفاوضات. يعني أنا بتفق مع سيادتك في كل كلمة بتقولها فيما يتعلق بمواقف الحكومات المصرية المتعاقبة. مواقف الحكومات المصرية المتعاقبة ما عندهاش الفكر الثقافي اللي بتقدر تخاطب بيه شعبها، وإنما إحنا متعودين بكل شيء ما في طبقة دي بتطلع لي أسعار مفاجئة مرة واحدة تخاطب بيها الشعب، بتطلع لي قرارات مفاجئة تخاطب بيها الشعب حتى فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات. إحنا عارفين هذا الكلام من زمان وبندرسه للطلبة فيما يتعلق باتفاقيات قانون البحار. أنا بتوجه لحضرتك أسأل أستاذ عطية موسى صبيح عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء. أستاذ عطية أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك أزوائل. وإحنا هنطلع فاصلة عشان ينضم إلينا بعد قليل الأستاذ عبد السلام الشيخ النائب عن محافظة قنا. تفضل أستاذ عطية. أستاذ عطية موقفكم إيه من الإعلان عن سعودية الجزيرتين؟ أنت نائب في هذه الدائرة يعني. أولا أنا ما كنت في يوم من الأيام أظن أننا أسأل عن هل الجزيرتين جزيرة تيران وجزيرة قناخير هم سعوديان أم مصريان، لأننا أعلم أو على خلفية أن هذه الجزيرتين هم جزيرتين مصريتين تسيطر عليهم مصر وأنهم في المياه الإقليمية المصرية، إنما فوجأنا من الحكومة المصرية لأن هذه هاتين الجزيرتين هم جزيرتين سعوديتين في المياه الإقليمية السعودية. الشعب المصري يحتاج من الحكومة توضيح كامل ما هي السند والدليل والحجة أن هذه الجزيرتين هم سعوديتين. إيه الدليل؟ إيه الحجة اللي وضحها للشعب المصري؟ أنا كنائب عن دائرة شرم الشيخ ومدن خليج العقبة على علم وعلى خلفية أن هذه الجزيرتين هم جزيرتين مصريتين. هل أوضحت الحكومة المصرية هاتين الجزيرتين سعوديتين بناء على إيه؟ ما هي الحجة؟ ما هو سند المملكة العربية السعودية بأن هاتين الجزيرتين سعوديتين؟ لابد من الحكومة قبل إصدار هذه الاتفاقية أو قبل الموافقة على هذه الاتفاقية أن توضح للشعب المصري الدليل والسند على ان الجزر. يعني انتوا عايشين في هذه المنطقه وانت نائب عن هذه الدائره ولم تسمع ابدا بسعوديه الجزيرتين اطلاقا؟ لم اسمع ولا توجد يعني دائما حتى الارض التي يطالب بها البعض، يعني حتى حينما تطالب مثلا السودان بحلايب وشلاتين لهم بعض الاثار على ارض الواقع يعني يستندون اليها. انتوا ما فيش اي اثار على ارض الواقع، اي علامات، اي دلائل تدل على سعوديه الجزيرتين؟ لا يوجد اي دليل على وبالاخص عايزين اسمعه. انا طرحت سؤال، انا اسمعه بس. وبالاخص جزيره تيران، فجزيره تيران تبعد عن الحدود عن الشواطئ المصريه حوالي 6 كيلو متر. 6 كيلو عن الشاطئ المصري و3 كيلو عن 6 كيلو متر.
في حين اننا على علم او على خلفيه وانا لست دارس لهذا الموضوع ان 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 البحر بين الخليج بين مصر والسعوديه 14 كيلو. اذا تيران بالاخص هي في المياه الاقليميه السعوديه. نجح في واحده. فلا بد احنا ننتظر من ننتظر. طيب تيران فيها سكان؟ لا 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 ما فيها سكان. لا بلا سكان، هي جزيرة ما فيها السكان. لا شعب برجانية عايمة يا فندم. طيب هل هي جاذبة للسياحة ولا أيضا لا يذهب إليها السياح؟ ما فيها أي نشاط أو أي نشاط إنساني جذب للسياح فيها، إنما هي ممكن تستغل لو في إمكانيات تستغل إنها تكون مكان سياحي. شعب برجانية يا فندم. لأن هي بتوصف إنها من أكثر المناطق فيها الشعب المرجانية اللي يمكن أن تجذب السياح يعني. طبعا لو استغلت استغلال أمثل إذن أكيد طبعا لازم تكون منطقة سياحية. بس هو يعني الحكومة توضح للناس ما يحصلش ما حدث من لغة. لا لكن هل أهالي المناطق المحيطة بالجزيرتين مذهولون من الإعلان عن سعوديتهما؟ فيش حد. احنا والله احنا اصلا في الدايره ناس كتير كلمونا الموضوع يعني خلينا اقول في شرم الشيخ والمناطق المحيطه يعني لحد ما بروح. طبعا الناس بتتكلم عن الموضوع ده، ايه اللي حصل ازاي فجاه؟ الناس عاوزه تفهم وان الجزر دي بقت الفهم مش من حسن. هو ان دي جزر مصريه، ازاي الكلام ده حصل؟ ترد على اذواق. احنا طب في مجلس النواب ستصوت مع ام ضد؟ اكيد طبعا لازم ندرس الاتفاقيات اللي حصلت وهل هي سعوديه ام هي مصريه. خلينا في ندرس دي بالظبط وايه الموجود فيها. لازم يكون فيها دراسه واضحه، دراسه كافيه ان احنا هنحارب هل هذه سعوديه ام مصريه. طيب فندم خلصت حسب الاتفاقات الموجوده. بتوجه لك بالشكر. هطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل معاك المشوار. مشاهدينا نحييكم من جديد في الجزء الأخير من المناقشة. لا يختلف اثنان على أمرين محسومين. الأول لا يمكن أبدا استخدام هذه القضية في الإساءة للعلاقات بين مصر والسعودية. كل الدول يمكن أن تختلف على مناطق حدودية دون أن تتأثر علاقة الشعبين أو القيادتين. ده واحد. اثنين، لا يختلف اثنان ايضا على ان هذه القيادة التي تعبر عن ثورة 30/6 اللي استعدنا بيها هوية مصر يمكن ان تتهاون او تتخاذل في التراب المصري. وبالتالي ما نناقشه هي مناقشات يمكن ان تستفيد منها السلطة، يمكن ان تأخذ مواقف ثم تتراجع عنها اذا وجدت ميلا او اتجاها من الرأي العام أو بعض وجهات النظر الموضوعية اللي تقول للسلطة توقفي، والسلطة التي تستند لإرادة شعبية تفعل ذلك كثيرا. هاخد بعض التعليقات هنا. يعني دكتور مصطفى، يعني الأسئلة بقى اللي بيسألها الناس تمام، اللي هو احنا عشنا على انه هذه الجزيرتين مصريتان وتعلمنا ذلك، وبالتالي هنا فكرة انك تسقط منطقة من حساباتك بشكل مفاجئ كده يعني منطقة لا يقبلها كل مصري، فهتلاقي عدد كبير من المصريين في حالة حزن. ايه اللي حصل؟ هو احنا ليه تخلينا عن الارض؟ هقول للمصريين متحزنوش ولا حاجة،
ثقوا ان الرئيس بتاع السيسي لن يفرط في ذرة رمل المصرية. ده واحد. حضرتك سألت كتير جدا حتى من السادة اللي بتصلوا تليفونيا. قلت 1906 كان فيه فرمان عثماني ترسيم الحدود وكده. طب ما حدودنا في 1906 كانت السودان معانا. هل معنى كده ان السودان سيبنا السودان ليه؟ ده واحد. اثنين، الزميل العزيز الاستاذ حميد بيقول ده سالت الدماء المصرية على ارض الجزيرتين. فالدماء المصرية سالت في اليمن. هل اليمن تبعنا؟ نروح ناخد اليمن؟ هذا خلط. ماشي انا ما بغلطش، انا بقول لحضرتك يعني برد على حاجات. لا انا مش سيادة في اليمن. انا دماء مصرية سالت على ارض انت انا رايح على سيادتك. احنا قلنا فندم، قلنا ان المصري الدماء المصرية سالت بعد ما المصريين راحوا بناء على مطالبة السلطات السعودية في انا في لم ت... لم لم تكن هناك اي اثر لسيادة سعودية عشان تطالب يعني. لا ده اللي حصل، ده وثق تاريخيا يعني. لكن لم يكن هناك لا يوجد على الارض اي دلائل على سيادة سعودية على تلك الجزيرة. وما الدلائل على السيادة المصرية على تلك الجزيرة؟ ازاي الجيش المصري ومحارك الجيش المصري؟ انا بقول هو بناء على استدعاء من الملك سعود رحمه الله، لان ما كانش عندهم قطع بحريه قادره على حمايه الجزيرتين، فاستعان بالجيش المصري عشان يساعدوا في حمايه الجزيرتين الاثنين. لا يا راس، الموضوع قبل كده كتير من سنه. وبعدين قلنا بقى هو تعليقك ايه على السودان يا فندم؟ تعليقك ايه على السودان؟ كانت معانا في 1906 برضك في نفس الفرمان السودان. لا ده موضوع يختلف. السودان دولة مستقلة ذات سيادة. حدودنا لحد السودان يا فندم، معلش ملك مصر والسودان. هتكلم بس نتكلم كان بيتقال عليه ملك مصر والسودان. طيب ما هو ده دولة ضمن مملكة. هناك فرق ما بين دولة ضمن مملكة. طب وما رأيك ان مصر كانت تمتلك حدود جوه السعودية لغاية طيب اعمل حجاز وكده؟ اه طبعا. لا بس الموضوع مش بتاعتنا برضك يا بيه بعد اذنك. يا سياده النائب بعد اذنك. احنا بس عايزين استاذ وائل بعد اذنك. ليه الاستاذ وائل قبل الفاصل كان بيهمه ليه الموضوع ده ذكر الان بالذات؟ خلاص احنا حاليا في لماذا الان ولماذا لم يجرؤ اي قائد او رئيس سابق على تسليم الجزيره؟ انا هقول لك لماذا الان للسعوديه. لماذا؟ يا ريت اقول لك. الان في مجموعه اتفاقيات بتجرى بين مصر والسعودية، ومنها إنشاء جسر بري. الآن سيتم تنفيذه، الجسر الذي كنا نحلم به منذ عدة سنوات. خلاص هذا الجسر عندما ينشأ بين مصر والسعودية، ألا يهدد هذا الجسر إسرائيل؟ ألا هذا الجسر هل يعجب إسرائيل؟ هذا هو يهدد إسرائيل فيه يا سيدي بعد إذنك. هذا الجسر هذا الجسر بعد إذنك عندما يبنى لابد يا سيدي بعد إذنك لابد أن يكون هذه الجزيرة واتفاقية كامب ديفيد، خلاص اللي هي بتقول إن الجزيرة دي مش تحت إيد السلطة المصرية، بل هي تحت الحماية الدولية المنطقية. خلاص لازم النهاردة لما السعودية تقوم بيها. الزعيم الراحل عبد الناصر تيران جزيرة مصرية. سيدي تيران جزيرة مصرية. إذا كنا بنتكلم على إن الزعيم قال لك مضيق تيران. لا جزيرة. قال الجزيرة. هات يا أستاذ أشرف الكلام عشان جزيرة. بس فوت أول ثلاث ثواني كده هات الكلام. سمعناه مرتين. اسمعوا يا جماعة. ما فيش مشكلة. ما هو عبد الناصر. خلينا نسمعه هنا لأنه كان بيتكلم عن إنه كمان كيف ندافع عن أرضنا يعني. أولا هذا التقرير غير صحيح. ثانيا خليج العقبة هو أرض مصرية. الخليج كله عرضه أقل من 3 ميل، موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران. جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصرية. إذا قلنا إن المياه الإقليمية 3 أميال فهي مياه إقليمية مصرية. إذا قلنا إنها 6 أميال فهي مياه إقليمية مصرية. إذا قلنا إنها 12 ميل فهي مياه إقليمية مصرية. والممر اللي بتمر فيه البواخر بيمر على مسافة أقل من ميل من السواحل المصرية في سيناء. وعلى هذا الأساس فنحن
هل أصبنا بدوار التاريخ يعني؟ يعني لا نعيش دوار على تاريخ وعلى لحظات تاريخية معينة. احنا وانت عارف ان اغلاق مضيق تيران تحديدا والملابسات اللي حدثت واللي استتبعت ذلك والثمن اللي دفعته مصر والدماء اللي سالت، وهنا حتى عبد الناصر يؤكد جزيرة تيران جزيرة مصرية، والسادات أكد في اتفاقية كامب ديفيد قال ابعدوا هاتين الجزيرتين. طيب يبقى انا عندي هنا، يبقى انا عندي هنا خلافات سيدي يستحق النقاش. شوف هقول لك على حاجه، يستحق ان احنا خلينا نقول خلينا نتفق على مجموعه مبادئ. يعني احنا بنقول ليه الاول الموضوع ده اتعمل الان؟ انا بقول لك وباكد لك الان خلاص وعن يقين ان احساس نائب ان اسرائيل لن تكون راضيه على بناء هذا الجسر خلاص. طيب انا اما اجي اعمل جسر بين مصر والسعوديه، عندي مشكلة الجزيرة دي لازم تتحل الأول قبل بناء الجسر عشان يبقى فيه. طب أنا 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 بسرعة، خلي بالك المشاهدين بيتفاعلوا معانا على طول. مفيش مشكلة. لو الجسر بيهدد إسرائيل فهذا أدعى أن تظل الجزيرتان تحت السيادة المصرية، لأن الجزيرتان هما الحدود الشرقية الوحيدة مع إسرائيل. النهاردة عندما أنا بحترم طبعا آراء المشاهدين، لكن عندما تكون الجزيرة الآن تحل المشكلة بينها وبين السعودية ويتم تقنين الوضع بتاعها مع بناء الجسر، ده الاتفاقية دي جت مع تزامن إعلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، اتفاقية بناء جسر واتفاقية إعادة ترسيم الحدود. هو ده اللي عمل لغط أمام الشعب المصري وعمل مجموعة من الحراك السياسي الموجودة اللي احنا شايفينها دلوقتي. وعلى فكرة الموضوع ده يعني البعض بيحاولوا يستخدموه لإثارة يعني البلبلة زي قضية رجيني أو غيره. والموضوع ده معلش قبل الأستاذ وائل، قبل ما ندخل احنا عرض موضوع الإخوان المواطنين في إيطاليا اللي واقفين بيقولوا إن احنا بنندد ضد مصر من اين الوطنيه؟ هو نفس الناس اللي هنا برضه. انا لن اخفي عليك ان الاخوان يستغلون هذه القضيه، لكن هل معنى ذلك ان لو في قضيه فساد فيا جماعه اوعوا تتكلموا اصل الاخوان هيستغلوها؟ ده مش فساد. لو في غضب شعبي يتعلق الجسر. نعم الجسر اللي هيربط قارتين ببعض. انا على الجسر طبعا. مين اعترض على؟ انا اعترض على، فكر في الجسر، فكر على ان هناك شبهه، هناك شبهه تنازل وتساهل من قبل مصر هيعرض علينا الجزيرتين في مقابل ان هناك، في مقابل ان هناك منح اقتصاديه ومشروعات سوف تقام بين مصر وبين السعوديه. يا سياده النائب ده هيعرض علينا كمجلس مصري بسيط، واحنا كمجلس بس الكلام ده في منتهى الخطوره. لما وده موجود شعور عند الناس، الزياره مرتبطه بحزمه مساعدات، هو بيقول لك كده في شبهه. لا طبعا انا ضد الراي ده، مفيش اي علاقه خالص. وقلت مش معنى الاعلام في هذا التوقيت بالذات. انت عارف لو في وقت تاني، انا اقول لحضرتك عارف لو في وقت تاني، لو انا شايف ديت طرحت ممكن البسطاء دي حساسيه الموضوع. بس بعد اذنك، بعد اذنك، انما الناس اللي فاهمه القانون، الملك سلمان دي حساسيه مفرطه، دي حساسيه مفرطه في مجلس النواب. ما هو ده برضه بيثير شبهه ان في حاجه بخصوص الجزيره. ده بيدل على عمق العلاقه بين الشعبين. احنا ما قلناش حاجه يا فندم، احنا اكدنا والاستاذ وائل اكد وكل النواب يؤكدوا على عمق العلاقه سواء على المستوى الرسمي او على المستوى الشعبي. ولكن انا بعكس توجهات الشعب المصري. احنا صرنا على الرئيس المخلوع عشان بس مجرد انه لمح ان حلقه بوشلاتين هتخضع للتفاوض. الشعب المصري بريء من هذه التهيؤات يا فندم. لا مش بريء من هذه التهيؤات. اه والله العظيم الانعكاسات والرسائل موجوده كم واحد يا فندم. الرسائل موجوده اهي، علينا ان نحترم الشعب المصري. اتفضل. انا يعني عايزين عشان نبلور الكلام في الاخر ويبقى الكلام في الاخر متحدد، وبدل ما نخش في اي متاهات، احنا وصلنا يعني عندنا من هذا الحوار الموضوعي وصلنا الى نقاط واضحه. هناك خلل الحكومه المصريه عملته ببيانها في ان هي ما قدرتش هذا الملف بشكل من الشفافية وبشكل من التعاون بين السلطات بعضها مع بعض. ده واحد. وبالتالي مش فجأة كده الشعب المصري طلعت كل قواه الوطنية والناس بتحط حاجة من دماغها عشان تقول ان ازاي ده يحصل. لا، في اسباب موضوعية وفي خلل وخطأ ارتكبته الحكومة المصرية في معالجة هذا الملف.
من حيث المعالجة ومن حيث التوقيت، ده واحد. ونتفق جميعا ان هناك تراكم من عدم الثقة بين الشعب وبين الحكومات السابقة في، وده اللي مش عايزينه الايام دي، في انه الاخفاء والتعمية وعدم المعلوماتية، وفي الاخر هو ده اللي بيحصل واللي معاكم اعملوا. لا، ده النهاردة بالعكس بقى، ده هناك جزء وطني مهم جدا، كل من عارضوا هذا لا يزايدون على احد، وبالتالي في ثلاث قضايا اكمل بس بعد انا بتعرض الجسر وتعرض سياده النائب. سياده النائب احنا بنبلور كلام، انت زميل في الاخر، زميل فاضل يعني. اتفضل. احنا قدام ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه اللي متفقين فيها جميعا ان واحد، ان العلاقات المصريه السعوديه شعبا وجيشا، وانا عايز اقول لكم حاجه، حتى احنا في السويس عندنا مصاهرات ما بين الجدوية والسويسة، من علاقة تاريخية ممتدة، وعندنا قنصلية سعودية، الشعب السويسي بيروح العيد الوطني وبيحضره، يعني العلاقات ممتدة. فاحنا العلاقة والزيارة ماصونة تحترم ونحترمها بعيدا عن أي حاجة، ده واحد. أيضا نؤكد على أن الجيش المصري بكل قياداته وبتضحياته وبهذا الجيش المصري العظيم الوطني اللي قدم، ما فيش خلاف على انه خبراءه المحترمين وعساكره وجنوده دفعوا ثمنا باهظا في الدفاع عن هذا الوطن، وبالتالي وهو ليس محل ايضا شك بما فيها القيادة السياسية. لكن احنا قدام حكومة في الاخر خالص، ده بقى اللي انا عايز اقوله، حكومة بترتكب خطأ. احنا بقى كمجلس نواب، انا كنائب بقول والله البيان العاجل اللي انا قلته ده حقي الدستوري وحقي القانوني وحقي الشعبي وكحقي كمواطن. بقول لهم لو سمحتوا رئيس الوزراء يجي يقول لنا، وزير الدفاع يجي يقول لنا، وزير الخارجية يجي يقول لنا، وبالتالي لما تتقال هذه المعلومات هنقول تعظيم سلام. لكن الإخفاء مرة تانية بسيط، إدارة الملفات اللي بتعملها الحكومة في ان هي ما بتظهر، لا، الشعب المصري واعي وبيعرف يسأل، وبالتالي دي قضية وطنية أظهرت مدى حب الشعب المصري لبلده، في ان هو في الوقت اللي بيقدر فيه شخصية زي الملك سلمان والشعب السعودي وجيشه وقائده بيقول له لا لو سمحت احنا عايزين نفهم من الحكومة دي، وبالتالي دي قضية تحسب للناس كلها، للبرلمان والإعلام وكله، وبالتالي ما فيش تخوين في هذه. أعتقد يا فندم آخر حاجة بقى اللي يعني أنا عايز أقوله، الحكومة مش بتحملهاش كل حاجة، إحنا لو سمحت، لا، الحكومة أخطأت وأنا مسؤول عن هذا، الحكومة مش تعمل حاجة لوحدها، لا، عندك مجلس أمن القومي أكيد، ما في سلطات، ما في سلطات مختلفة، أمال أنا براقب ليه؟ بس موضوعنا يعني يا سيادة النائب، ده أنت نائب، ده أنت زميل فاضل، صدمنا، صدمنا بالخبر، عشان مش هعلق على مجلس الأمن، أنا مش هعلق على حاجة تاني. أنا بقول في الآخر وائل بالملف ده، بالكلام المحترم اللي قاله الدكتور، بالكلام اللي قلناه، بيجعل إن هذه القضية قضية موضوعية طرحت على الشعب المصري وفي صدمة منها، وعلى الحكومة إنها تعالجها في أسرع وقت بإعلان كل شيء، لا ما تسيبش زي كل القضايا بقى، الحكومة لما بتسيب القضايا كده يبقى محل الناس تتشكك، ومحلها انها تقول وندي فرصة للإخوان وغير الإخوان وأعضاء الوطن وإسرائيل والدنيا دي كلها تقول اللي هي عايزاه، وبالتالي الشفافية وتداول المعلومات. طيب هاخد تليفونات، بس قبل ما اخد تليفونات في عندي بس بعض جزيرتي تيران وصنافير مصريتان طبقا لاتفاقية 1906، احنا قلنا الكلام ده قلت لك السودان معانا بقى، عندي هنا استاذ وائل انا كنت شغال امام الجزيرتين، هنشوف هنكلمك. في عندي موضوع حوار عبد الناصر رد عليه ضياء رشوان، خليك منصف. الاستاذ ضياء رشوان قال انه عبد الناصر كان لابد ان يقول ذلك علشان ده كان بعد 67 لكن هل تعتقد يعني انه عبد الناصر لم يكن يتعامل مع تيران على انها مصرية؟ يعني ما اعتقدش يعني، او انه قال هذا الكلام على سبيل انه بيطلع من ازمة. انا اعتقد لا، وانا لا اعتقد. طيب سيادة النائب لم تقنعني، انت بتدافع عن الحكومة، ما اعرفش بتقصد اي نائب. عندي هنا في تعليقات على
في اكتشافات يعني ما حدش اتكلم عن حكايه هل جمال عبد الناصر كلامه مصدق؟ لقد كان على خلاف مع السعوديه، لكن حتى السعوديه لم تحتج على كلام عبد الناصر، يعني لم نسمع انها احتجت عليه. طيب استاذ سامح، استاذ سامح اتفضل. استاذ سامح الجيار، الجيار استاذ سامح اتفضل. ازيك يا سوائل، اخبار سعادتك؟ اهلا بيك اتفضل. طبعا انا من امبارح عندي حاله هستيريه، انا من امبارح مش عارف اكلم مين ولا اعمل ايه مع اي حد. طبعا انا الجزيره دي انا كنت بروح شرم الشيخ دايما من سنه 2000 او من سنه 99، بروح شرم الشيخ كل سنه نقضي اسبوع او اسبوعين ونرجع. في سنه 2004 و2005 رحنا دخلنا حته اسمها السبع بطش دي في شرم الشيخ. اولا السبع بطش، السبع بطش دي حته بنصطاد فيها سمك. سبع بطش، سبع بطش اسمها كده، سبع بطش اصطادوا سمك. اه بنصطاد سمك. وطلعنا من السبع بطش دي على حته اسمها على جزيره تيران. رحنا تيران وقعدنا اصطادنا فيها سمك لمده 5 ساعات واحنا قاعدين جوه الجزيره وعايشين والدنيا تمام ومفيش مشاكل خالص. وجات لنا شرطه مصريه واتكلموا معانا وقعدنا نتكلم معاهم واصطادنا سمك ورجعنا. ازاي بعد ما نقعد 5 ساعات جوه تيران ونصطاد سمك فيها ونرجع؟ وعندي صور على الكلام ده، انا عندي صور واحنا صادين سمك واحنا قاعدين في الجزيره. بنصطاد سمك. عندك صور في الجزيره يبقى ابعتها لنا. ايه المشكله؟ نعم يا فندم. بياكد انها مصريه. لا. انت عايز تقول يعني ان انت مع احترام الكل اللي بيتكلموا عند حضرتك دول، الجزيره مصريه 100%. من غير اي كلام. انا بقول لك انا من امبارح جيت هتجنن، مش عارف اكلم مين. انا عندي صور على الجزيره وانا بصطاد سمك جوه الجزيره. مفيش مشكله. عايزين متفقين انها تعطيلات مصر حاليا. يقنعنا ما يقنعنا. يعني هو هي مش متفقين انها تعطيلات مصر حاليا. هو عم سامح اصل النواب، انت عارف النواب المجلس بقى لازم يبقى لا دول ده يا باشا ده مجلس كل سنه. طيب احنا بنتكلم في حاجه دلوقتي بيقول ان الجزيره دي هو بقول لك عشان اصطدت سمك يعني فالجزيرتين بقى هم اللي بيقولوا طبعا مش غير اصطاد السمك الاهم من صيد السمك انها مصريه ان في دم سال يعني ودافعنا عن الجزيرتين يعني ماشي بس انا الجزيره المصريه انا ما فيهاش غير السمك ما فيهاش غير كده مفيش حاجه مفيش حد عايش على الجزيره اساسا الجزيره فاضيه مفيش حد فيها فاللي بنعمله اصطاد سمك واحنا كنا قربنا اولا تيران دي تبعد عن شرم الشيخ 6 كيلو بالظبط باللانش ساعه ونص نبقى في تيران بالظبط كده يعني 6 كيلو متر من 6 كيلو من شرم الشيخ امال تبعد قد ايه عن اقرب نقطه سعوديه 3 كيلو في بعض المناطق بعديها بقى مثلا حوالي 30 بقى بعيد وبعدين تيران دي على فكره 60 كيلو لا 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 انت بتتكلم في 60 كيلو مش بتتكلم في 2 كيلو دي مساحه كبيره جدا تيران دي دراسات صغيره غير دقيق يعني لا في حاجه اسمها بتوجه لك بالشكر استاذه كريمه اتفضلي بس حميد يا استاذه كريمه اتفضلي يا فندم السلام عليكم استاذ وليد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. معلش الموضوع اللي انا هتكلم فيه مش هيخص الموضوع ده خالص. مشكلتك؟ ايه مشكلتك؟ اتفضلي. انا وقتوا لنا يا جماعه الفيديو بتاع الراجل اللي جهزه لنا اللي هو الراجل ايوه استاذ وائل. اتفضلي. انا ام ولد عمل له ثبت خارجي في رجليه من سنه 6/4/2015. اتعمل له ايه؟ مثبت خارجي. مثبت خارجي كسر الولاده. هو عامل ايه حادثه ولا ايه؟ كان حادثه واتعمل له اشعاعات وتحاليل وفحوصات قبل العمليه قالوا ما عندوش اي حاجه غير ان هو محتاج مثبت خارجي وابني دلوقتي اغزني الله يبارك لك. وعنده كام سنه؟ 17 سنه. طيب الولد عنده 17 سنه. المشكله اللي انت عايزاها ايه؟ ان انت عايزه حد يساعدك في العلاج يعني؟ لا لا مش حكايه علاج، انا دلوقتي ابني بقى له سنه في رعايه مركزه والولد محتاج تاهيل، الولد محتاج ايد تمدله، لا بيتكلم ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيتحرك، الولد عديم الحركه خالص يعني دخل هو داخل برجله. هي دي مشكله في التخدير ولا من الحادثه؟ التخدير. ما نعرفش السبب الرئيسي لغايه الان مش قادرين يقولوا لي السبب الرئيسي ايه، الولد داخل سايق وما فيش اي حاجه لكن هو فجاه خرج من العمليات ماما بابا سيبوني انا بنسى ومن ساعتها من 2015 لحد الان ابني ما بيتحركش من على السرير ولا بيتكلم ولا اي ياكل ومحروم من نعم ربنا كتير اخذني الله يبارك لك يا استاذ وائل انا بقالي فتره عماله عايزه اكلم حضرتك ماليش عارفه الا ما ربنا كرمني دلوقتي. طب يعني هو فقد النطق وعنده ال اتعمل له شقه حنجري يا استاذ وائل، واحد داخل برجليه، اتعمل له شقه حنجري، اتعمل له انبوب غذائي ومثبت في رجليه لغايه قاعد على جهاز تنفس صناعي شويه فتره طويله
حطوه 40 يوم تحت الجهاز. عشان كده محتاج 40 يوم في المانيا لسه. محتاج يا دكتور؟ بعد جلسه نفسيه تبع المستشفيات. معلش انا عارفه ان الموضوع خارج الحلقه حضرتك، بس ارجوك ارحم قلب ضعف ام الله يبارك لك. انا ما بنامش. طيب ما بعرفش اكل. ان شاء الله هنشوف. انت عايزه كده اطباء يساعدوك يعني. انا بناشد الله يبارك لك، بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى حاله ابني او الرئيس وزير الانتاج الحربي، لان هو محتاج مركز تاهيل خاص بالقوات المسلحه يكون في رعايه طبيه. طيب احنا انا بثق ان القوات المسلحه ان شاء الله هيسمعونا وهيستقبلوا الحاله ان شاء الله، وهتابع معاكي هتابع معاك ان شاء الله. طيب معانا الاستاذ عميد محمد حمدي من القاهره. عميد محمد اتفضل. عميد محمد حمدي اتفضل. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك اتفضل. ازاي سعادتك الله يخليك. انا العميد محمد حمدي سعادتك. انا متخصص في الحدود الدوليه وترسيم الحدود، وطبعا ليا الشرف للساده النواب العاديين ان انا دفعه اللواء تامر الشهاوي زميلهم في المجلس، ويعني برحب بيهم كلهم. يعني هستاذن سعادتك انا هشرح الموضوع من الناحيه الفنيه البحته، بعيد عن الوثائق، بعيد عن 1906 و1990 والكلام ده. طبعا كنت بتمنى كان يبقى قدامي سبوره، بس يعني ايه سعادتك معلش حاولوا تفهموني يعني سعادتك في النقطه دي. اتفضل. تقسيم الحدود بين الدول بيتم بناء على 12 ميل بحري من بدايه اليابسه. طيب لو الدول حصل لها تداخل في هذا ال 12 ميل، بمعنى انهم متقاربين، يقسم يتقسم الرقم على 2 يبقى 6 ميل بحري. طيب نرجع الرقم في تداخل لسه، يتقسم تاني على 3 ميل، يتقسم تاني لحد ما يوصل 1.5 ميل، لحد ما يوصل لنقطه ما يحصلش فيها التداخل. نيجي نتحرك من اليابسه للدوله ديت. لو اتحركنا من اليابسه للدوله ديت ولقينا جزيره في النص، يعني لقينا جزيره بعد نص ميل، او لقينا جزيره بعد ميل او ميل ونص او 2 ميل، نحط نقطه برجل ونفتح البرجل على مسافه 12 ميل، نرجع لاصل القانون البحري. وبعد كده يقاس الدائرتين ما بين الدولتين، الدائرة الأعمق في الدولة الأخرى السيادة للدولة الثانية. يعني بمعنى لو حطينا، لو لقينا سعادتك لو بصيت على جزيرة تيران هتلاقي إن الخليج تيران بيعدي من داخل المياه الإقليمية المصرية. لو بصيت عليه من ناحية السعودية هتلاقي مجموعة من الجزر تربط السعودية بجزيرة تيران وصنافير. لو وقفنا على أول جزيرة وفتحنا منها برجل على الخريطة لمسافة 12 ميل بحري، هذا ال 12 ميل بحري يدخل إطار على طول الجزيرتين لصالح السعودية. ده بشكل مبدئي بعيد عن أي وثائق، يعني كترسيم حدود. لو أنا برسم حدود النهاردة بين دولتين على الخريطة بدون نزول المية، بتجيب وحدة قياس وبتقيس من أقرب جزيرة تظهر ليك ما بعد المياه، بعد ما تسعتك تنزل من الشط كده، أول جزيرة تلاقيها تروح قايس منها 12 ميل بحري. ال 12 ميل بحري دول هيدخلوك جوه الأراضي المصرية، فبالتالي الدايرة بتاعت السعودية هتبقى أوسع من الدايرة المصرية. بمعنى أن البرجل اللي هرسمه، الدايرة اللي هرسمها ديت هتيجي في أطراف الأرض السعودية، في الأرض المصرية هتبقى عميقة، تبقى السيادة للدولة المصرية. أنا أستاذن حضرتك هتكلم في حاجة تانية خاصة برضو بالقانون الدولي، ويعني إيه وتستسمح لي أن كنتم تترجموا ما بين السطور. القانون الدولي بيقول إيه؟ بناء يعني حتى نفس الحاله بتاعت الجزيره اللي كنت بشرحها دي، هي دي اللي حصلت في جزيره حنيش، مع ان جزيره حنيش كانت الاقرب للدوله الاريتريه، ما هياش اقرب للدوله اليمنيه، ولكن لوجود جزيره في الطريق من السواحل اليمنيه الى جزيره حنيش اداها الاولويه في قياس ال 12 ميل بحري. ده بالنسبه لموضوع الجزيره. ده الناحيه القانون الدولي. انا متخصص. لا يعني القانون الدولي يقول 13 ميل بحري. 12 ميل بحري. 12 ميل بحري من اليابسه، واذا تدخلت نقطه اخرى يابسه، ظهور يابسه اخرى، يعادل قياس ل 12 اخرى. طيب لو حاصل تداخل تفضل تقسم الرقم لحد ما توصل تمنع التداخل، بعدين تبتدي وحده قياس لاقرب يابسه ترجع تقيس تاني ل 12 ميل بحري. وده اللي حصل في قضيه جزيره حنيش. نرجع بقى النقطة المهمة قوي، توقيت لماذا الإعلان الآن في هذا التوقيت، وده النقطة المهمة جدا. وطبعا أحد السادة الحاضرين اللي في أفاضل قالها، بس يعني إيه لم تترجم إلى الشكل الأصلي بتاعها. القانون الدولي يقول عند إنشاء طريق صناعي ما بين دولتين على الدولتين أن تقوم بحمايتهم بقواتها المسلحة مع احترام المعاهدات
التي موقعه من كل دوله. بمعنى المنش اللي معدي النفق اللي في المنش بين فرنسا وانجلترا او مثلا اي دولتين عاملين بينهم اي كوبري او اي نفق او اي كلام ده كله، كلا الدولتين مسؤولين عن تامين هذا المنشأ الصناعي بقواته، بس يرجع الاول لمعاهداته الملزمه لهذا التامين. معلش سيادتك برضو ايه وسع سيادتك معلش انا اسف انا بشرح بتفصيل دقيق شويه. طيب الدولة المصرية والدولة السعودية سينشؤون جسرا على خليج تيران، وإذا فضلت السيادة مصرية والملكية سعودية يظل الدفاع عن جزيرة عن الكوبري المنشأ الطريق طبقا لمعاهدة السلام أو طبقا لاتفاقية كامب ديفيد كونها داخل المنطقة جيم. طب نرجع نقول أن الملكية سعودية والسيادة سعودية، هنا باتفاقية الدفاع التي تحدث بين الدول، الدفاع المشترك أو الجيوش العربية المشتركة أو أيا كان الاتفاقيات، يصح للدولة السعودية أن تدافع عن هذا المنشأ دفاع مسلح لأنها غير موقعة على معاهدات لا تسمح لها بالدفاع عنه زي ما احنا موقعين. بس ده ليس صحيحا، لأن احنا سألنا اليوم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال احنا ورثنا الالتزامات المصرية. ايوه ورث اللي هم الالتزامين الالتزامات بص عطاك ترجمة مش هنستخدم في التزامين انه عدم استخدام الجزيرة عسكريا وثانيا ضمان حرية الملاحة. حرية الملاحة ولكن اللي كانت ملتزمة به مصر هو حالتها. أيوة. طب قلنا له طب هل هتوقع انا متفق مع اسرائيل ولا انا كده ابقى انا موقع نيابه عنك؟ قال لا مش موقع مع اسرائيل بهذا، ولكن ترجمه السفير عادل الجبير وزير الخارجيه السعودي فهو ترجمته ان هو ملتزم باسلوب بالملاحه بما تم الاتفاق عليه من مصر من الملاحه الدوليه لخليج العقبه وعدم انشاء قواعد عسكريه على الجزيره، ولكن لم يذكر هل يتم الدفاع عن هذا المنشا طبقا للاتفاقية. هي دي النقطة فندم، الدفاع عن المنشأ بمعنى ان هذا المنشأ تحت الحماية العسكرية، بمعنى ان انا مش هحط قاعدة عسكرية تحت الكوبري، ولكن هذا المنشأ طبقا للاتفاقيات السعودية بانها غير ملزمة غير بالدفاع عن هذا المنشأ وبالتبعية مصر، لان في الاخر خالص الاتفاقيات اللي ما بين مصر والسعودية تلزم الجانبين بالدفاع العسكري عن هذا المنشأ، لكن احنا لو كان هذه السيادة مصرية يظل الدفاع عنه مدنيا بالشرطة المدنية ووجود نقطة الأمم المتحدة عليه. سعادتك بس يعني ايه الرؤية بس توسع سنة، لان كلام عادل السفير عادل الكبير بيتحدث عن الالتزام الملاحي وعدم انشاء قواعد عسكرية، ولكن الدفاع عن المنشأ الذي سيتم انشائه هو ده النقطة المهمة اللي هو كان لازم يحصل التوقيت ده، هو ده ارتباط التوقيت، ارتباط التوقيت، لان هذه المنطقة الاقتصادية طبعا السادة الافاضل طبعا انا محترمي للجميع سيادتكم طبعا على راسي، ولكن ما هو تأثيره على الجانب الاسرائيلي؟ ما يحدث من اتفاق اسرائيلي تركي حاليا في لندن من 48 ساعة، خلي بال سيادتك اسرائيل وتركيا يبحثوا التعاون المشترك في لندن وليس في تركيا وليس في اسرائيل، وحط تحت ده 1000 خط، هذا الاتفاق بينهم للتعاون اللي كان سيؤدي بعد غلق اتفاقية الرورو الخاصة بالبضائع التركية، كان سيتم انشاء خليج نفق تحت العقبة من ناحية الاردن لاستخدام التركات. سعادتك متخيل منطقة غرب السعودية دي بالكامل على منطقة اقتصادية بامداداتها لمنطقة الخليج، الاقرب منطقة قناة السويس الان من ميناء جدة للامداد اللوجستي لهذه المنطقة الغربية، هذه المنطقة ستصبح. طيب انت عايز تقول ايه في النهاية؟ ان سعوديتين ان عايز تقول الجزيرتان سعوديتان بالقانون الدولي لا نقاش، حتى لو بنحكم النهاردة يعني احنا النهاردة لو متخانقين مع بعض ورايحين نحكم قانون دولي ألف به، يعني موضوع سعادتك هذا يدرس كقانون بحري عالمي، أنا درسه في أمريكا
ودرسوا في 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 الجيش الامريكي ودرسوا في الجيش المصري ودرسينه في المعاهد المصريه ترسيم الحدود له قواعده طبقا لقواعد دوليه. لو انا النهارده احنا مسبنا احنا من السعوديه ومصر لان احنا العلاقه بشيء مختلف، ولكن لو احنا اي دولتين وجينا نرسم النهارده على الخريطه بالمنظر اللي انت شايفه ده، هذين الجزيرتين سعوديتان كاملتان ولا خلاف فيهما. طيب و و و و وفي وجهة نظر تانية تستند أيضا إلى وثائق إن الجزيرتان مصريتان. يا باشا ما مصر كانت بتحكم الحبشة، الملك مصر كان اسمه ملك مصر وصاحب دولة السودان. ومتشكرين جدا على ساعة صدر سعادتك. شكرا. معنا هشوف بس الحالة الإنسانية دي يا جماعة، وأتمنى إن الناس تساعد هذه الحالة. انا اصلا من دول الاحتمال الخاصة كنت معاك وعمل رخصة بكوميسيون طبي، كنت بسوق العربية ساعتين ثلاثة عشان رجليا او عشان رجليا، والحمد لله على كل شيء. انا بطلب مساعدة دلوقتي لولادي عشان خاطر هم في مدارس ومش عارف اعمل معهم اي حاجة. طبعا انا ماما مش معانا خالص الله يرحمها، كانت مش فاضله واخده في عيد الام هي الله يرحمها. دلوقتي بابا كان مستني الحراميه مضربوها على دماغه وكسروا له العربيه وضربوها، بابا مش عارف يوقفنا ولا عارف يشربنا، ودلوقتي دماغ بابا توجعه وانا بروح اعمل ايه لحد ما تخس شويه. وطبعا احنا قاعدين على اوضه فوق السطح، الشتاء ميه الشتاء بتنزل علينا من موسم التل، يعني مش عارفين نقعد خالص. وطبعا انا عايزه دراعي مكسور وعايزه اعمل فيه عمليه، لان كنت اعمل فيه عمليه بس المستشفى جابت غلط. نشوف ده وما بين بعد بيه. اتمنى من فاعل الخير مساعدته واطفاله لانهم بيناموا في الشارع، اثق ان الناس هتساعده ان شاء الله. معايا الاستاذه، معايا مين؟ مهندسه امل من القاهره. مهندسه امل اتفضلي يا فندم. حيا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. تحياتي ليك يا استاذ وائل و تحياتي لكل ضيوفك الموجودين نوابنا اللي بيمثلونا. انا هكلم حضرتك كست مصريه صحيت الصبح لقيت الدنيا مقلوبه، بيقولوا ان في جزيرتين مصريتين اتنازلنا عنهم للسعوديه. واقع يعني عايزه حضرتك تحط واقع ده على اي مصري. امبارح انا سمعت من حضرتك مداخله من شيخ اسمه الشيخ حسن، كنت بتابع البرنامج. الشيخ حسن ده من جنوب سيناء بيقول لك احنا طول عمرنا عارفين ان تيران جزيره مصريه، جدودي احنا واحنا صغيرين جدودي كانوا بياخدوا يرعوا الغنم والابل هناك طول النهار في موسم الربيع ويرجعوا بيها في الخريف. الراجل ده من حقه يحد يقول له ازاي يبقى طول عمره تاريخيا عارف ان جزيره تيران دي مصريه، يصحى الصبح بلا اي مقدمات نهائي لا من حكومه ولا من اعلام ولا من مجلس الشعب ولا من اي جهه مسؤوله بتقول لنا ان دي جزيره هتبقى اتسلمت للسعوديه. فانا عايز اقول لحضرتك البلبله اللي حاصله وعلى مواقع التواصل غير طبيعي. ابتدينا نتخانق مع بعض، يعني احنا شعب 30 يونيو كنا كلنا قوه واحده، النهارده ناس بتقول دي سعوديه ومعاها اثباتاتها وبنحترم رايها، وناس بتقول دي مصريه لا بنشكك في وطنية حد. ومبدئيا في ثوابت كده معروفة ما حدش بيشكك في وطنية أي حد. دلوقتي إحنا الرئيس بتاعنا رجل عسكري نثق في وطنيته ونثق في الجيش ونثق في كل كلمة. الحكومة وطنية، إحنا وطنيين، اللي بيقول نعم واللي بيقول لا، اللي بيقول دي مصرية واللي بيقول دي سعودية، كلنا وطنيين ما حدش بيشكك ولا بيخون حد أبدا. بس في ميس أندرستاندينج حصلت في الموضوع ده راجع لي الحكومة. يعني حضرتك دلوقتي احنا قاعدين بنتناقش، المفروض المناقشات دي كان بقالها 4 شهور عمالين نتناقش اعلاميا وصحفيا وبرامج بتتعمل، والشعب الشعب فين الشعب اللي يشارك في الكلام ده؟
دلوقتي الموضوع اتوافق عليه خلاص، نزل قرار من مجلس الوزراء ان اتوافق عليه ان الموضوع ده هيتعرض على مجلس الشعب. حضرتك شايف دلوقتي 4 أعضاء من البرلمان، 2 ليهم رأي واتنين تانيين ليهم رأي، 2 مع واتنين ضد. اتنين مع واتنين ضد، 2 هيقولوا نعم واتنين هيقولوا لا. هل ده ينفع؟ هل ده ينفع؟ بدأوا اقتنعوا قرار رايح. وبعدين دلوقتي البرلمان ده لا 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 اذنكم بس محدش يقاطعني فيه. لا مش مسألة، اتفضل يا فندم اتفضل. دلوقتي هيروح، انا مش نائب اهو بس انا متمسك بمصرية الجزيرتين. انا دلوقتي عايز اقول لحضرتك القرار هيروح للبرلمان، ممكن يطلعوا فعلا من الاوراق انهم سعوديتين، هل احنا هناخدهم؟ ممكن يطلعوا من الاوراق. في عندي شقين، شق تاريخي وشق جغرافي. الشق التاريخي ده اللي انا بتكلم فيه، ان انا اتربيت طول عمري ان انا عارفه ان الجزر دي مصريه، ان الاراضي دي مصريه، ده الشق التاريخي احترموه بقى. في شق جغرافي ده اقوى من الحكومه في حضرتك، ده مش بتاعي ولا بتاع حضرتك ولا بتاع النواب اللي قاعدين. بشكرك، بتوجه لك بالشكر. البرلمان اقوى من الحكومه. استاذ مصطفى من منصوره، استاذ مصطفى اتفضل. وفر ده امره. لا حضرتك الشيخ، اهلا بيك اتفضل. أنا بعد إذن سيادتك يعني عايز أكلمك، مني تعبان بقالي 13 سنة اتفضل. مقيم بالفراشة كده لا ألف سلامة اتفضل. اللي تعبانة وما بقدرش أتحرك وضهري تعبني ألف سلامة. أنت محتاج إيه؟ محتاج علاج ولا محتاج إيه؟ أنا محتاج عملية يعني رجلي ما بقدرش أفرد ركبتي، ما بقدرش أفرد رجلي. أنت عايز عملية إيه؟ انا عايز قطع حوض وعملية يعني فرد رجلي كده، ركبة ما اقدرش افردها يعني. عملية في رجلك؟ فرد رجلي عايز افردها يعني، ما اقدرش ان انا افردها وما اقدرش اتحرك يعني. انت عامل حادثة ولا ايه؟ 13 سنة. لا انا تعبان بقالي 13 سنة. بقالك 13 سنة؟ انا عندي 26 سنة دلوقتي. طيب ضهري تعبنا وما بقدرش اتحرك وكده، هو الدرجه الكبيره. خلينا كمان نناشد القوات المسلحه انها تشوف هذه الحاله ووزاره الصحه فات، واثق ان شاء الله ان انت واضح. انت شاب عندك كام سنه؟ 26. هو من 13 سنه وعنده. طيب ان شاء الله هنكلمك تاني وهنحاول نساعدك وهنلاقي حل ان شاء الله. استاذ محمد بدرشين عضو مجلس الشعب السابق. استاذ محمد اتفضل. اهلا بيك اتفضل. اولا بحييك على اثارة هذه القضيه بهذا الشكل، وبطلب الحوار طبعا حوالين من انما انا شايف القضيه بتتحول الى منافسه او صراع على الوطنيه. ده طبعا مش مطلوب بيننا خالص، لان احنا مؤمنين تماما ان هناك قياده تتمثل في الرئيس، وزي ما انا بقول دائما التاكيد الوطنيه عند كل مصري، اولهم السيسي واخرهم السيسي، ومعه رجال القوات المسلحه وما يملكونه من قدرات على حمايه الارض الوطن كما جاء في القطر، سواء كان على مستوى رئيس الجمهوريه او الساده النواب. يعني اللي عايز اقوله استاذ وائل ان العلاقه المصريه السعوديه اصبحت حتميه وضروره ملحه، واصبحت بل اصبحت مصيريه. فانا شايف ان لا عجله ولا تسرع في الاحكام، ولا سيما ان هناك هذا المشروع المسمى بهذا الجسر الذي طرح منذ سنوات ولكن توقف لاسباب هنا او هناك، ولكن يبقى ان هذا الجسر سوف يمثل جانب اقتصادي وجانب امني وجانب سياحي لابد ان نهتم به، وتترك القضيه للمناقشه وكل يقدم مستنداته، لان ليس هناك من يطالب في مصر ان ياخذ حبه رمل من السعوديه او غير السعوديه، وبالعكس ليس هناك مصري على استعداد ان يفرط في حبه رمل واحده. فالقضيه محسومه، ولكن يبقى ان هناك مستندات، وكما حدث في طابا وغيرها هنا لدينا من القانونيين ومن الرجال قادرون على الوصول الى الحقائق من خلال المستندات ومن خلال الواقع الذي اقره الزعماء من قبل. لما يجي نتكلم عن اقوال الزعيم عبد الناصر واقوال السادات هنلاقي ان في مفارقه غريبه جدا، ان الكلام اللي قاله الزعيم عبد الناصر عكس اللي كتبه السادات في الاتفاقيه. ما اللي كتبه السادات في الاتفاقيه ليس ملزما، وما قاله عبد الناصر ليس ملزما الا ثبت الا اذا ثبتت احقيته بالمستندات وبالاوراق وبالحجه وبالتاريخ والجغرافيا كما قالت الاخت من قبل.
ولكن يبقى ان الاخ الدكتور اللي على يمين سيادتك حينما قلت ان عبد الناصر يخرج من المخرج او من مطب او من مازق فضحك ضحكه تاكميه لا اظن انها طريق لا طريق به ولا نقبلها على الزعيم ولا عبد الناصر او غيره. اللي هو قال ايه؟ قال ايه يا استاذ محمد؟ ضحك ضحكه تاكميه كده لما سيادتك بتقول يعني كان عبد الناصر قال الكلام ده بيخرج من مازق فضحك ضحكه تاكميه كده مرفوضه شكلا وموضوعا يعني. فين ده؟ اللي عايز اقوله يا استاذ وائل ما انا مش عايز افتش في ابتسامته يعني ده بيحدث يا اخي. لا 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 مش ابتسامه لا مش ابتسامه كان ضحك التهكم انا يعني ما اقولها في صوتي يا اخي الفاضل انا بحترم عبد الناصر وبحبه جدا يا راجل يا سيدي عبد الناصر اللي يحبه يحبه ايوه ايوه يعني مش انه يبقى ان ما قاله عبد الناصر هو الذي يتحقق على ارض الواقع النهارده انت طلبتني كده يا استاذ محمد مجيء جلاله الملك الى مصر بهذا الشكل بس كده طلبتني يا استاذ محمد بجد يعني لو سمحت اكمل بعدين في الاستوديو بهذا الشكل يؤكد ان حتميه زي ما كنا نقول حتميه الحل الاشتراكي اصبحت حتميه الوحده العربيه سواء كانت اقتصاديه او سياسيه او عسكريه او امنيه ايا كان شكلها يبقى انه يطل براسه في كل حدث هذا الزعيم الذي اوجد ما يسمى بالقوميه العربيه على هذه الارض واحياء لها لان القوميه العربيه سابقه من ايام صلاح الدين موجوده ولكن يبقى ان هذا النداء يتجدد في كل حدث ويؤكد ان هناك ضروره لتحقيق هذه الوحده وللتاكيد ان القوميه العربيه التي كان ينادي بها هي حتميه وضروره لهذه المرحله. اذا علينا ان نتأنى تزوائل وعايز اقول موضوع البرلمان ليس للبرلمان دخل في هذا في هذه القضيه الا اذا راى ان هناك تفريط من السلطه التنفيذيه ولديه من المستندات ما يؤكد على هذا التفريط. فيما عدا ذلك هي اتفاقيه سوف تعرض على البرلمان، اتفاقيه انشاء الجسر مثلها مثل اي اتفاقيه على البرلمان ان يوافق او يرفض من اتفاقيه اعاده ترسيم الحدود. لا اعاده ترسيم الحدود يعني سياده اللواء كان بيتكلم مظبوط بس الكلام اللي بيتكلم فيه ده في التحكيم حينما يكون هناك خلاف نصب به الى التحكيم. اذا ذهبنا الى التحكيم سوف يتم القياس بال 12 ميل والثلاث ابيال والكلام ده قالوا جمال عبد الناصر بيتكلم على خليج العقبه ما هوش جديد يعني ولكنه كلام علمي فعلا ومؤثر قانونا ما قاله الزعيم جمال عبد الناصر هو تاكيد للقانون ان خليج العقبه مصري المسافه التي يقاس عليها 3 ميل و6 ميل و12 ميل بحري دول بيتم القياس فيه في حاله الخلافات او اعاده ترسيم الحدود بين اي دوله اخرى. اذا يبقى ان نهدى طيب اتفضل نناقش القضيه ونناقش القضيه بحكمه انا بس عاوز اتاكد كلامه الخريطه دي ممكن اعمل بس مداخله حضرتك كنت عضو مجلس شعب سابق خليك معايا يا فندم حضرتك كنت عضو مجلس شعب سابق تاريخيا انا نائب من 90 ل 2005 يا فندم طبعا يعني انت راجل خبره واستاذنا عايز انا كعضو مجلس نواب اصحى من النوم الاقي الدوله بتتنازل عن جزيرتين دون ان احرك ساكنا انا عايز من المستندات ما يثبت انها سعوديه ده حقي فحضرتك ما تقولش طبعًا ايه طبعًا ما ينفعش بقى ما ينفعش بعد الثورتين وبعد برلمان جديد والناس بتعول علينا لا لا ان لا كل لا اللي الحكومه تقول عليها نقول ولا الضالين امين وخلاص علينا ان نقتنع حتى نقنع الشعب المصري بهذا الاجراء يا ريس فما ينفعش ان حضرتك تقول مجلس النواب هتعرض عليه الاتفاقيه يقبل او يرفض لا يا فندم احنا لينا دورنا علينا ان نقتنع عشان نقنع الشعب المصري لما يكون لي حق تاريخي في الجزيرتين انا من ساعه ما اتولدت وانا اعرف ان دول مصريتين على الحكومه ان تقدم من المستندات ما يثبت انها سعوديه عشان تقنعني عشان اقدر اقنع الشعب المصري ده حقي بعد اذنك طيب هاخد تعليق اخير اتفضل استاذ محمد بتوجهك بالشكر هاخد بس اللواء تامر الشهاوي عضو مجلس النواب واخد تعليقات من ضيوف والاستاذ عصام عجيج بعده سات لواء اتفضل سات لواء مساء الخير يا استاذ وائل مساء الخير اتفضل مساء الخير استاذ زملاء النواب اللي حاضرين مع حضرتك النهارده في هذا اهلا بيك اهلا بيك يا تامر بيه اهلا بيك يا فندم يعني مش هاطيل على حضرتك هو بس انا عن اكتر من نقطه هنا اتفضل في الحوار ده اولا احنا امام زياره تاريخيه دي جلالة الملك سلمان لمصر بترسخ مفاهيم عميقة جدا في هذا الوقت الحساس في المنطقة وغور جلالة الملك سلمان في مصر وذهابه إلى مجلس النواب النهاردة هو خطاب
الى الشعب المصري امام نواب الشعب، وبيرسخ علاقه قويه جدا ما بين الشعبين المصري والسعودي. فكره ان احنا زي ما الساده الزملاء قالوا والحضرات اللي هم معانا من خلال محضرتك، ان هم صحينا الصبح النهارده لقينا ان في لغط غير عادي موجود على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى القنوات المختلفه فيما يختص بجزيرتين تيران وصنافير. الجزيرتين يا فندم تيران وصنافير باختصار شديد جدا، كل احنا عندنا كتاب، مش هتكلم على القوانين ولا الاتفاقيات ولا ايه، عندنا كتاب زي الاستاذ هيكل الله يرحمه كتب في كتاب ملفات السويس الصفحة انا ممكن اجيبها لحضرتك دلوقتي، اتكلم على ان السعودية قدمت جزيرتي تيران وصنافير للدولة المصرية اثناء حربها مع الصين. ده انا بتكلم التوثيق او يعني حاجات موثقة. كتاب ايه؟ كتاب ايه؟ ملفات السويس. ملفات السويس. ال صفحة كام؟ هجيبها لسيادتك حالا. الفصل كام؟ هجيبها لحضرتك وانت معايا. طيب. قال ان السعودية قدمت لمصر الجزيرتين، يعني جزيرتين لحربها مع الصين. خلينا نتكلم في حته فنيه مهمه جدا. الحدود البحريه يا فندم بتترسم من حاجه اسمها خط الاساس. خط الاساس بتحدده الدوله وتودعه الامم. خط الاساس بتاع الدوله 200 ميل بحري. في حاله الحدود الضيقة زي اللي بتربطنا ما بيننا وما بين المملكة العربية السعودية 320 ميل بحري، بنحتكر لخط اسمه خط المنتصف. في الاحتكام لخط المنتصف جزيرتي تيران وصنافير هم داخل المياه الإقليمية السعودية. الحاجة الثانية إن السعودية فوضت مصر سنة 49 في استخدام الجزيرتين دول بعد وجود الكيان الصهيوني عام 48 وإعلان، وان الرئيس جمال عبد الناصر استخدمها واحتلت عام 56 واتحطت فيها القوات الدوليه، اللي الرئيس جمال عبد الناصر بعد كده طلب ان هم يخلوا الجزيرتين في حربنا مع اسرائيل عام 67. خلينا ناكد على مساله مهمه جدا، ان احتلال الجزر ده تم بعد من حرب من 5 يونيو 67، وان اسرائيل يا فندم لما اعلنت، خلي بال حضرتك وده اعلان مهم اعلان سياسي، ان اسرائيل لما اعلنت في 5 يونيو قالت ايه؟ انها احتلت ارض سيناء وجزيرتي ايران وصنافير، يعني ذكرت الجزيرتين دول بعيدا عن ارض سيناء، يعني كان ممكن تقول انها احتلت ارض مصريه وبس. الحاجه الثالثه ان وفضل الوضع ده كده لغايه ما تمت اتفاقيه السلام عام 1 عام 77 و79 اتفاقيه كامب ديفيد، و81 بعد كده مع الرئيس مبارك. سنه 69 السعوديه تقدمت بطلب للامم المتحده باجلاء اسرائيل عن الجزيرتين والامم المتحده رفضت. سنه 73 الدكتور عصمت عبد المجيد ارسل خطابا موقعا من وزاره الخارجيه المصريه الى الامم المتحده بتسليم الجزيرتين ايران وصنافير الى المملكه العربيه السعوديه. خطاب موقع من وزاره الخارجيه. بيان مجلس الوزراء اللي صدر يوم 9 ابريل. لا الخطاب موجود، هو ده الوثيقه الوحيده اللي لا يا فندم، لا يا فندم، في وثائق على فكره. كل من يتحدث عن ترسيم الحدود القديمه بتاعت 1906 بتاعت الدوله العثمانيه، هذه الخرائط غير حقيقيه، حضرتك ممكن تعرضها دلوقتي تجيبها من على الانترنت، الخرائط اللي موجوده وحضرتك اقرا الكلام اللي بالانجليزي اللي منشور، ما حدش ذكر خالص ان تيران وصنافير تابعين للدوله المصريه. حتى الخرائط المنشوره سنه 1906. القرار اللي صدر قرار 27 لسنة 90 اتكلم نصا على ان الجزيرتين خارج الحدود الاقليمية المصرية. الكلام ده سنة قرار 27 لسنة 90، مش 2016.
اللي عايزين نقول برضو باختصار ان الجزيرتين دول جزيرة تيران بتمثل حوالي 88 كيلو والتانية 84 كيلو 38 كيلو صنافير. الاعلان عن الاتفاقية دلوقتي يا فندم اهميته في حاجة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها كلنا، ان بقالنا 6 سنين من 2010 ل 2016 في اكتر من 11 اجتماع تم ما بين الجانب المصري والجانب السعودي، اللجنة المشتركة بين مصر والسعودية. لا لا اي اللجنة دي بقى لها 6 سنين فعلا. أوه. زي ما سيادتنا بيقول. اتفضل سيادتنا. وخلي بال حضرتك الأهمية طرح هذا الموضوع النهاردة أهمية طرح النهاردة ان في معلم ظاهر هيكون موجود على وش الارض الا وهو الجسر. هذا المعلم الظاهر جسر هيكون موجود على وش الارض اللي هو الجسر البري لابد ان يخضع لبعض الاتفاقات زي الاتفاقات اللي حصلت ما بين فرنسا وانجلترا، زي الاتفاقات اللي حصلت ما بين السعودية والبحرين، زي الاتفاقات اللي حصلت ما بين سويسرا وفرنسا فرنسا وبلجيكا. كلها اتفاقات بتنص على القصور الألوية سواء فوق الأرض أو تحت، وإن بمجرد التوقيع على تلك الاتفاقيات هيتم ترسيم الحدود بين الدولتين وإبلاغ، خلي بال حضرتك ودي المسألة الفنية اللي في الموضوع، إن هيتم إبلاغ الأمم المتحدة إن هناك وضع قانوني نشأ جديدا. خلي بال حضرتك ودي المسألة الفنية الأخيرة، ان هناك وضعا قانونيا نشأ جديدا بوجود هذا الجسر. يستلزم حدوث هذه ليه احنا ليه ده بيتقال ليه؟ عشان اعتراض اسرائيل المتوقع على وجود هذا الجسر. المفترض في الاتفاقات الدوليه في القصور ان اي جسر ينشا لا يعيق الحركه اللي كانت موجوده قبل انشاء، وعشان كده النهارده اسرائيل ونتنياهو اعلن النهارده الصبح عن ان الجسر البري المتوقع انشاءه ما بين مصر والسعوديه هو نوع من انواع اعلان الحرب. طبعا هو نوع من انواع اعلان حرب. اعلان حرب. اعلان الحرب. هو بيتكلم هو ده اللي انا ما كنتش عاوز انطقه من شويه. لا ده اللي انا ما كنتش عاوز انطقه من شويه ان اسرائيل بالفعل اصدرت هذا الاعلان. طب هو ما كانش ينفع ننشئ الجسر بمصرية الجزيرتين؟ هم مش مصريه، مش مصريه الجزيره، مش مصريه. لا يعني ايه علاقه الجزر بتسليم الجزيرتين للسعوديه؟ انا بقول لحضرتك مصر وبين اسرائيل في هذا الموضوع. يا استاذ وائل انا بقول لحضرتك السعوديه قالوا لنا النهارده احنا هنارس نفس التزامات مصر، يعني لا شيء هيتغير على ارض الواقع. طبعا لا حريه الملاحه هيتغير يا استاذ وائل. السعوديه اتكلمت ووزير الخارجيه السعودي اتكلم عن لا شيء هيتغير فيما يختص بحريه الملاحه، فيما يختص بالحمايه، فيما يختص بالكلام ده، لكن ما حدش اتكلم انه مفيش حاجه هتتغير في المعلم نفسه، ان الجسر ان ارض الجزيرتين يمثلان نقط ارتكاز لجسر، ما حدش اتكلم عن ده. طيب ومحدش ذكره. أيوة يعني بتوجه لك بالشكر. هاخد الاستاذ عصام عجاج المحامي. استاذ عصام اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل والاستاذ المشاهدين والناس اللي موجودين معاك في الاستوديو. اتفضل. انا عايز اقول لك حاجه بس يا استاذ وائل، هو احنا ليه لما تم تسريب انباء عن اتجاه عند مرسي عن التنازل عن حلاب وشلاتين وابو رماد خيمت اجواء على الشارع المصري تكاد تكون بصورة، واللي باعتبار ان التنازل عن الشريط الحدودي ده بيمس الامن القومي وسيادة البلاد. وليه على نحو موازي وفي السياق نفسه لما يجي الرئيس النهاردة رئيس سيسي يتنازل او اذا كان هو صاحب القرار بالنسبة للتنازل او مجلس الوزراء طلع هذا القرار، واظن ان يمكن مجلس الوزراء يطلع قرار زي ده بدون الرجوع الى رئيس الدولة عن تيران وصنافير، كافة المسؤولين والمختصين بترسيم الحدود بيقولوا بنفس الوقت ان الجزيرتين دول مصريتين 100%. الناس مستغربة بان في نوع من الاستياء عند الشعب. ليه؟ ده النهاردة احنا بنتنازل عن جزء من اقليم الدولة. المادة 151 للدستور بتقول
حتى لو دعينا مجلس النواب ليس له صلاحيات ولا يجدي عرض أمر عليه. المادة دي بتقول كده في الفقرة الأخيرة، بتقول لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. يعني أنا عايز أقول أن عرض هذا الأمر على مجلس النواب لن يجدي من قريب أو بعيد، هذا أمر. الأمر الثاني، لو الجزيرتين دولت مصريتين ويتم التنازل عنهم للسعودية، فأيا كان صاحب هذا القرار سواء رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، يحق المجلس النواب والأساتذة اللي قاعدين عارفين هذا الكلام إن هم يتهموا رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء بانتهاك أحكام الدستور. المادة 159 بتقول كده، لأن دي مادة دستورية لا يحق التنازل عن جزء من إقليم الدولة. فلو اتضح بالفعل بأن هذا الجزء ضمن إقليم الدولة، يبقى مفروض إن احنا بنطبق المادة 159 من الدستور. الأمر بقى البعيد اللي حضراتكم كلكم ما تكلمتوش فيها يا أستاذ وائل، هل من المناسب وضع هذا الموضوع ضمن جدول أعمال ملتحف بمساعدات اقتصادية واستثمارات؟ لا، أنا قلتها في بداية الحلقة وقالها ضيفي هنا، إن طالما إن جزء كبير من هذه الزيارة يتعلق أيضا بحزمة مساعدات ستقدمها السعودية لمصر، من الغباء إنه يتم طرح هذا الموضوع على اعتبار إنه حيثير شبهة التبادلية. أستاذ وائل، الأرض مقابل المال يعني. استاذ وائل، احنا كان الموضوع بيع وشراء لما يتحط في وسط هذه المساعدات، وزي ما بنقول بالمثل البلدي كده، اطعم الفم تستحي العين. كان ادعى واولى ان يتم بحث هذا الموضوع منفردا بعيدا عن هذه الزياره، حتى يعني شوف، لا، انتباه المصريين الان ذهب الى الحديث عن الجزيرتين. طيب، الامر لم يعد احد يتحدث عن الزياره والاتفاقيات الجميله اللي تم المهمه يعني. الامر الاخر يا استاذ وائل، هل كان ادعى واولى زي ما احنا قلنا ان يتم هذا الموضوع ليس في ذلك التوقيت المريب؟ الامر الاخر، الا كان من الادعى التريث والتمهل لرئيس الحكومه انه يطرح هذا الموضوع مجتمع وعلى المسؤولين عن ترسيم الحدود لبحث تبعيه الجزيرتين قبل ما هو يصدر اي قرار، خاصه انك انت عندك مجلس نواب وهذا موضوع خطير مفروض تعرضه عليه الاول؟ هذا امر. الامر الاخر بقى الاخير اللي انا بختم بيه كلمتي يا استاذ وائل، عايز الحكومه يكون عندها شفافيه وتقول لنا ليه لما الجانب السعودي طالب الكلام ده سنه 2007 مشروع مد جسر من تبوك السعوديه الى شرم الشيخ ويمر بالجزيرتين، رفضت حكومة مبارك ذلك لاعتبارات أمنية. إيه هي الاعتبارات الأمنية اللي رفض عليها مبارك مد هذا الجسر؟ وهل هي دي تلك الاعتبارات الأمنية غير متوفرة الآن من عدمه؟ ليه ما فيش شفافية عشان نعرف هل ده الأمر الأخير؟ يا أستاذ وائل، حضرتك قلت إن الرئيس اللي وزير الخارجية السعودي قال إن إحنا هنمارس التزامات مصر، عشان ما يجيش واحد يقول لي النهارده لا، ده انا متفق مع السعوديه، متفق مع اسرائيل على اتفاقيه ومعاهده، ومن ثم هذا الجسر محتاج تامين، ومن ثم لما انا اقول ان هو ان تلك الجزيرتين سعوديتين فيحق للسعوديه تامينه، لا، ده هو بيقول احنا التزمنا. فعشان كده انا بقول سواء هم مع مصر او سواء مع السعوديه الجزيرتين، ايه دخل الجسر بان انا اديهم للسعوديه دلوقتي؟ كل الكلام ده غائب عننا، وفي تعتيم خالص من مجلس الوزراء، والدوله ما بتقدرش بكده يا استاذ وائل. لازم رئيس مجلس الوزراء ولازم رئيس الجمهوريه يعرف ان احنا شركاء في مسؤوليه. عندك شعب ادالك صوته ونزلك، جابك رئيس او جابك وانت جابك رئيس وزراء، انك انت تشرك الشعب في هذا الامر. الامر مش كده، احنا انا عايز افهم ان لازم يكون في اعتبار. ناخد تعليقات ضيفي على كلامك. اتفضل استاذنا الفاضل. حضرتك بتقول ان ليه في ايام رئيس حسني مبارك ما وافقش على اقامه الجسر؟ دي كان بضغوط من اسرائيل، لان اسرائيل مش عاوزه مصلحه مصر في حاجه طبعا. لا يعني التنازل. لا، انا ما رضيش بضغوط، لا، جسر، واتكلم عن ما بلاش الجسر ليه والكلام ده ليه. لا يعني التشبث بالجزيرتين هو اللي يبقى بضغوط من اسرائيل؟ لا، اولا في عهد رئيس حسني مبارك في 1990 تم عمل نقط الاساس، وتم عمل المنطقة الاقتصادية اللي هي تبقى غرب الخط المنتصف، واختلط الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وده من الحاجات اللي اعتمدت عليها
اللجان المشتركة في تحديد الجزيرتين اللي هما سعوديتين. ده أحد النقاط اللي اعتمدوا عليها. يعني بالنسبة بتقول رئيس الوزراء ما يجيب المتخصصين، طب مو أكيد جاب متخصصين وأجيب ناس بتوع ترسيم حدود وأكيد ناس جاب عسكريين وأكيد جاب والأمن القومي مجلس الأمن القومي أكيد الكلام. ثم نستيقظ نحن على بيان من الحكومة بهذا الشكل وكأنها وصية على المجتمع، يعني ما هو يتناقش أمامنا. يعني احنا عارفين إن في نزاع، عارفين إن في مشكلة بين مصر والسودان متعلقة بحلايب، وننشر الخرائط ووجهات النظر المختلفة حتى نعلم السودان ايه هي المبررات اللي بتسوقها ومصر ايه هي المبررات اللي بتسوقها. اعتقد انما هنا فوجئنا. استاذ الدكتور مصطفى فؤاد قال طيب كلام. قبل بس ما اخد مايه مش انا اسف، تعليقات اخيره معايا من المتابعين بس. استاذ عبد العزيز، استاذ عبد العزيز اتفضل. استاذ عبد العزيز. ايوه سويل، السلام عليكم. اهلا بيك اتفضل استاذ عبد العزيز. الله يخليك يا مع الباشا، معلش ربنا يديك على قد فعل الخير، اتفضل. الله يخليك يا سعاده الباشا. هتبرع للاستاذ اللي هو مع اطفال صغيره بمبلغ كده على قد. لا فيك الخير، هنوصلك بيه حالا يعني، عشان يعني على الاقل ترسم ابتسامه على وجهي يعني. بشكرك وربنا يكرمك، ربنا يديك على قد الخير. استاذ علاء رشدي، استاذ علاء اتفضل. استاذ علاء، استاذ علاء سامعني؟ طيب نجيبه تاني يا جماعه. استاذ حسن فهمي، استاذ حسن فهمي اتفضل. الو، اهلا بيك يا استاذ حسن اتفضل. اهلا بحضرتك زحرت. انا عندي مداخله، يعني عندي الحقيقه شويه اراء كده. هو لو الجزيره السعوديه ليه بيدفعوا لنا 2 مليار دولار؟ حد بيقول كده فرق كده؟ الو، مين اللي قال كده؟ لا، حزمة المساعدات ملهاش علاقة. لكن المؤسف، المؤسف ان التوقيت يثير شبهة العلاقة، انما واقعيا على الارض مصر لا تبيع مواقفها، يعني نثق في ذلك يعني. تمام. اتفضل. وخلاص معلم اللي عاوز يقول. الو؟ اتفضل كمل. فبلس ان حضرتك قاعد حضرتك بتناقش مع اعضاء مجلس الشعب، وانا تخيلي الشخصي ان اعضاء مجلس الشعب واخدين القرار قبل ما يدخلوا، او القرار جاي لهم قبل ما يدخلوا. يعني احنا شايفين اداء. لا احنا عاوزين بس الحلقه ولا ايه؟ بعد اذنك يعني مش هنزايد في الكلام على نواب مجلس الشعب بعد اذنك. واحنا نتكلم في الشيء اللي هو انت عاوز رايك فيه. وشفنا قرارات بتتاخد من غير ما حد يرجع لها. فالحقيقه انا مش حاسس ان حضرتك يعني احنا واحنا ما نسمحلكش هو الموقف كده مع اي نائب بيتكلم عن رايه. ده راي شخصي بس. هو ده رايه بقى، ما تمارسوش استبدادا على المواطنين. بس كل واحد مجاز ده من ناخبيك ما ينتخبكش تاني. مش عاوز. لا وانا الحقيقه مش هنزل انتخابات تاني اصلا، هي كانت غلطه. والحقيقه الواحد مش هينزل انتخابات تاني اساسا، لانه يعني خساره الواحد يقف الطابور يضيع وقته. لان في الاخر احنا بنلاقي نتاج وافراز بيطلع لا يمثل اي حاجه. بعد اذنك برضه انت بتغلط في يعني الموضوع. يعني احنا كنواب مجلس الشعب لا اسمح لك بذلك. بعد اذنك يا معلم، بس ما احنا في احنا نواب وهم نواب، احنا بنوافقك الراي وضد تسليم الجزيرتين. لا لا لا. وان احنا بنتناقش وعايزين تقدم الحكومه ما يثبت ان الجزيرتين سعوديتين، هم اللي بيتبنوا راي اخر، وده شيء بناء وفي الراي والراي الاخر وفي ديمقراطيه داخل المجلس. راي اخر والله والله. يعني حضرتك لما تيجي تقول انا غلطان ان انا انتخبت مجلس. لا ده رايي الشخصي. ما هو ده، بص حضرتك زي ما حضرتك ليك راي شخصي، رايك الشخصي بدون ما تغلط في حد، لان احنا ما غلطناش في اي حد بيتكلم عن رايك. قول لي لفظ، حضرتك قول لي لفظ غلط، ده تقييمي لاداء مش تقييم الشخص حضرتك. انا ما اعرفش شخص حضرتك، ده تقييمي لاداء سياسي. احنا ادائنا بنمارس دورنا يا فندم اهو، ما احنا بنمارس دورنا اهو. يمكن حضرتك شايف اختلاف، يمكن حضرتك شايف ان حضرتك بتمارس دور حضرتك من منظور وطني ومقتنع ان هو ده الصح، بس صدقني في قاعده كبيره قوي مش حاسه باي تاثير لمجلس الشعب. ولسه المجلس اشتغل، ده لائحه لسه مخلصه. اللائحه بتخلص واللجان هتتشكل، ودي مطبخ البرلمان يا فندم. حضرتك بعد ما يتم تشكيل لجان المجلس هيشتغل، هتحس يا فندم. مفيش مجلس شعب حضرتك بيقف حد في الشارع، لرئيس دولة بيخطب في مجلس شعب. يا فندم انت عندك اتنين وقفوا قالوا قصايد شعر مدح في الملك سلمان النهارده. ماله يا فندم؟ حقه ايه المشكلة؟
حضرتك ما حصلتش في تاريخ الأداء البرلمان المصري من سنة 1900، ما حصلتش في تاريخ أداء أي برلمان في أي دولة ديمقراطية في العالم. حضرتك احنا عندنا برلمان سقف أكتر ما سمع الكلام، عشان كده انا بقول لحضرتك على انت تحاسب يا فندم. يا فندم بص بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك انت خرجت بره الموضوع بعد اذنك. مالك السعوديه يستحق هذا التصفيق؟ طبعا الجزيرتين، طبعا الجزيرتين المصريتين. حضرتك كنت بتتريق على الراجل راح يصطاد، انا بروح شدوان من وانا عندي 12 سنه، انا ابويا ضابط جيش حارب 67 و67 كتبوه شهيد ورجع مشي عشان يدافع عن الجزيرتين دول اللي النهارده بيتنازلوا عنهم، اللي انا متسمي على اسمه مات شهيد في الجيش، ضابط استشهد في 67 في الجيش. هي دي الناس اللي حاربت، هي دي الناس اللي عارفه قيمه البلد، هي الناس اللي محروقه على البلد، طلعت من بيوت بتقدس يعني ايه شارع في البلد، مش جزيره اولى فيها 88 كيلو، 88 كيلو دي اتقتل عليها ناس ومات، كان ممكن يتم عشان 88 كيلو دول. هو ده موقفي وهو ده اللي انا بقوله. حتى لو ذره تراب واحده انا معاك يعني، حتى معلوماتك ايه تاريخيا عن الجزيره؟ معلوماتك لا ايه لا. طيب ايه المعلومات اللي عندك؟ انا يا جماعه دي وجهه، شكرا ده وجهه نظره. استاذ وائل بعد اذنك انا بنحترم رجالك، بنشكر تعليقات اخيره وعشان كده اتفضل. انا في الحقيقه تعليق نص دقيقه ماشي يعني دقيقه بعد اذنك. انا احنا في الاخر احنا بنقول انه هذا الموضوع الذي طرح بتوقيت سيء، الحكومة ما زالت تتعامل بطريقة التعمية والإخفاء وبعدم الشفافية، وعندها قصور في إدارة هذا الملف زي ملفات أخرى كثيرة مش عايزين نخش فيها. وبالتالي لو الحكومة كانت واضحة وبتدير هذا الملف بشكل كويس، مجموعة الاجتماعات اللي حصلت من 2012 لغاية دلوقتي 5-6-7 اجتماعات مع الجانب السعودي ووصلت فيها النتائج، احنا ما نعرفش اي حاجة عنها او الشعب ما يعرفش عنها، ونفاجأ الصبح زي ما بيتقال كده ان في بيان وبيان منقوص وبيتجاهل دور المجلس وبيعلن كمان، يعني حد بيجهز وبيعمل كل حاجة وكأن ما فيش شركاء ليه وكأن ما فيش سلطة رقابية وكأن ما فيش مجلس نواب. هذا خطأ لابد أن تعترف فيه الحكومة وهو سبب اللبس، وبالتالي على الحكومة المصرية عشان نصحح الموضوع وما يحصلش خلط ما بين ما يقال، أنها تدير هذا الملف بأسرع وقت، أنها تبعت حد تطلع بيان تروح للمجلس النواب وتقول له والله حصل كذا 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 كذا، احنا هنقدر او لا نقدر، لكن في الاخر خالص انت احترمت بقيه السلطات واحترمت الشعب المصري. الناس اللي بتتكلم اللي قدموا شهداء والناس اللي بتتكلم على الظروف التاريخيه والعسكريين المحترمين والتاريخيين المحترمين ووجهات النظر المتعارضه اللي مع واللي ضد، في الاخر خالص الشعب المصري محتاج حد يقول له الصح، حد يحترم هذه المؤسسات، حد يحترم هذه العلاقات اللي موجوده، العلاقه اللي بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه، العلاقه الجيده اللي بيننا ما بينهم، الظروف اللي احنا فيها مش محتاجه ان احنا نعمل لبس. برجو مره اخرى من رئيس الوزراء الدكتور شريف اسماعيل ان يدير هذا الملف باقتدار وباحترام للشعب المصري ولمجلس النواب اللي اختاروا الشعب المصري، لان حق المعرفه وحق تداول المعلومات هو حق مشروع للشعب المصري، عشان نزيل هذا اللبس. في نص شكرا. دقيقه في نص دقيقه اؤكد للشعب المصري العظيم ان مجلسكم قوي والمجلس في اتجاه السياده للشعب، وعندما يكون شيء يمس السياده المصريه ستجدون نواب أقوى من الحكومة. أما موضوع ما يتعلق بالجزيرتين، الجزيرتين يعني للانتماء السعودي، ونحن ننتظر قرار اللجنة لعرض هذا التقرير على المجلس، وإذا لم يقدم هذا التقرير كل ما يرونه النواب ويقتنع به فليقول للنواب كلام آخر. أما إذا كان هناك من مستندات ووثائق تثبت هذا الكلام، وبعد الكلام اللي سمعناه من الفقيه القانوني والعميد اللي موجود المتخصص في الجيولوجيا الأستاذ المهندس محمد حافظ، كل الكلام ده يؤكد لنا. وبعد الخريطة دي كمان على فكرة أنا جايبها من موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة،
موضحة جدا فين اتجاه الجزيرتين في اتجاه السعودية. خلينا هننتظر قرار اللجنة المشكلة بإعادة ترسيم الحدود. انا افهم انت انا يعني انا افهم ان انتوا تقولوا احنا يعني هنبحث لكن الاقيكم بتطلعوا المستندات التي تثبت حق السعوديه. لا يعني على فكره طب هتناقش ايه بقى؟ لا دي خرائط احنا جايبينها من على الانترنت على فكره تمام. هذه الخرائط الكلام اللي احنا سمعناه واضح ان السعوديه مفاوض يفاوض نفسه اطلاقا مفاوض يفاوض نفسه اطلاقا على فكره. انا بكلمه في نص دقيقه. اولا انا بشكرك الله يخليك طبعا على اثاره مثل هذه الموضوعات، واتمنى ان يكون هذا الحوار قد اسرى المواطن المصري ببعض المعلومات عن الجزيرتين. انا عن نفسي اطالب بتشكيل لجنه من ناس متخصصين في ترسيم الحدود مع ناس من القوات المسلحة مع بعض المتخصصين. بعد إذن حضرتك لا يا فندم، بعيدا عن الدولة بعيدا عن الدولة بعيدا عن الدولة كحوار مجتمعي عشان نقدر نقتنع ونقدر نقنع المواطن المصري. يبقى قوات مسلحة مع خبراء في ترسيم الحدود مع فقهاء في القانون الدولي، ويعني ندرس الموضوع باستفاضة. احنا ما فيش خلاف خالص، وبنؤكد ان ليس هناك خلاف مع المملكة العربية السعودية. بنحترم مواقفها مع الشعب المصري منذ 30 يونيو وما قبله، وبنؤكد على عمق العلاقة الموجودة. ولكن احنا علينا ان نقتنع، صدمنا بخبر زي ده والشعب المصري غالبيته صدم بهذا الخبر، فعلينا ان نقتنع وعلينا ان يقدم لنا ما يثبت اذا كانت الجزيرتين مصريتين ام سعوديتين، وفي الاخر طيب. ناخد قرارنا كمجلس نواب ان شاء الله. عندي يا جماعة فيها لو سمحت عايز اتبرع على حالة الاطفال، كلموه علشان يعني وصلناهم باصحاب الحالات. طيب نتابع ده بس، يعني الحالات اللي هي كلمتنا يعني وجدنا لهم بعض المتبرعين ان شاء الله يعني هيتم الاتصال بهم. الأستاذة نجلاء الناجي، أستاذة نجلاء اتفضلي يا فندم. وازاي ضيوفك؟ وطبعا احنا بنناقش النهارده موضوع في غاية الخطورة، وبيستغلوا شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة، وبيعمل ضجيج وبيعمل فوضى في البلد، واحنا مش مستحقين ان احنا نمر بهذه الفوضى زي ما مرينا بثورتين. في خلل كبير جدا من الحكومة، ومع احترامي لأعضاء مجلس الشعب اللي عندك، في خلل منهم هم كمان، وفي تقصير كمان من وسائل الإعلام. قبل ما الحكومة أو قبل الجهات المعنية تاخد قرارات في أي موضوع يخص البلد، لازم يبقى فيه تأني، لازم يبقى فيه دراسة وافية للموضوع، لأن ثقافات شعب مصر محدودة من حين لآخر. يعني ثقافة ده غير ده غير ده، لما يجي دلوقتي ده يقول لك دي سعوديه، دي لا دي تبع المصريين، ويستغلهم المنافقين اللي هم بيدوروا على الدنيا تخرب فيها، ويبتدوا ان هم يدوروا على مظاهرات. البلد مش حمل حاجات زي كده. الملك السعوديه سنه 1945 لما ما كانش فيه اساسا وسائل مواصلات، والملك فاروق بعت جابوا باليخت المحروسه من 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 جده لبورسعيد، وملك السعوديه شاف مصر قال اللي ما جاش مصر ما راحش اي حته في العالم، وكان ده الحديث ده لاولاده، وكان من ضمنهم ولي عهده كان سلمان. فاحنا عايزين نقول لشعب مصر، نقول لشبكات التواصل الاجتماعي والفيس وغيره وغيره اللي ماليه الدنيا، اللي عمالين يعني عايزين دنيا ويولعوا فيها، نقول لهم اهدوا شويه. احنا بنثق في كوادر مصر، نثق في حكومه مصر، ونثق في نواب مصر، وان شاء الله هياخدوا قرارات سواء ايا كان القرارات كلام. لازم نحترمها. احنا شعبنا او قواتنا المسلحه مش هتبيعنا ولا هتبيع ارضنا. انا برفض التعليقات اللي على شبكات التواصل الاجتماعي اللي بيقولوا عواد باع ارضه. لا مصر هي ام الدنيا، احنا مش عايزين يحصل خلافات. يعني انا بحترم النواب اللي عند سيادتك. دلوقتي احنا عندنا مجلس نواب، مجلس النواب ده عايزين يكون بتشريعات
يفيد المواطن البسيط بإذن الله، تكون عينينا أمام الحكومة. دلوقتي أنا شايفة نواب مختلفين، ده بيقول دي مصرية وده هو ده اللي احنا عايزين نوصل ليه بيه، يعني ده اللي احنا عايزين نوصل له يا وائل بيه. الخلاف حيوي، ده لازم، ده طبيعي وده صحي. خلاف حيوي صحي. ما هو احنا عايزين نوصل لفكره ان احنا دلوقتي بتوجه لك انا بتوجه لك بالشكر يا جماعه، يعني نتمنى ان صوت الحكمه يتغلب، واحنا في بدايه الحلقه طالبنا ما ان تعلقت كل واحد علق. ما تعلقتش انا، لا انت علقت ما علقتش، نازل عنها، نازل عن التعليق بقى. هقول حاجه صغيره خالص، هقول كان الله في عون مصر من حين لآخر تتعرض للفتن ومؤامرات، وأقول ولكن الشعب المصري دائما أقوى من هذه الفتن وأقوى من هذه المؤامرات بإيمانه وبثباته وبعمله وبتصميمه على التقدم مهما تكون العوائق. إن الأمة العربية احنا مش وشعبنا قادرة وهي أقوى من كل الطول العربية، ولها النصر عزيزا حاسما أكيدا بإذن الله وعوه. دي بروفة للمجلس. لا مش لا مش لا أنا مش الفراحة يا صغير أنا زعلان منك. ليه بعد كل ده؟ لا مش زعلان، أنا كان محايد والأستاذ وائل كان محايد. مصر غالية قوي، ما عشان مصر غالية قوي قوي، علشان مصر غالية قوي ما ينفعش يعامل الشعب المصري بهذه الوصايا. انه يا جماعة تصحوا الصبح نقول لكم تيران وصنافير سعوديتان على يقين، وعليكم ان تتقبلوا ذلك. باشا بدأت بالكلام قلت انا على يقين ان الرئيس السيسي لم ولن يفرط في ذرة ولا يختلف اثنان في ذلك، لكن في خطوات سياسية، في خطوات سياسية يمكن ان نناقشها دلوقتي. بعيدا عن السيد الرئيس السيسي لا احد يزايد على وطنيته. اتوجه لكم بالشكر، اتمنى ان يتغلب صوت الحكمه. قضيه الجزيرتين تتطلب تاجيلا ارجاء الى ما هو ابعد، لان الجدل اللي حدث اعتقد انه يفسد ما حدث من انجازات متعلقه بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وبالتالي كان يجب أن ينحى هذا البند المتعلق بقضية مصيرية وحساسة، جزء من الأراضي المصرية. فجأة هتقول للناس أنه لا سنسلمه للسعودية، هل كنت تعتقد يعني أن الناس هتتعامل مع ذلك ببساطة؟ وبالتالي العبقري اللي وضع هذا البند في جدول الأعمال يستحق جائزة نوبل في حالة الضياع اللي عشناها خلال الساعات القليلة الماضية. مش عاوز أقول أنا قلتها يعني في الغباء، أيضا كان يجب أن هذا البند المتعلق بقضية مصرية يبتعد عن زيارة حساسة ومهمة يعني لقيت اهتماما كبيرا وحفاوة أكبر. وبالتالي هنا يمكن للقيادتين أن تتأمل في أن يتأملا في الموقف ويتخذا خطوة متعلقة بإرجاء هذه القضية للحوار المجتمعي وأيضا للمفاوضات الدقيقة. كمان إثارة هذا الموضوع في توقيت الزيارة مرتبطة بحزمة مساعدات، وكأننا نغذي شائعات تنتشر بأن الأرض مقابل الأموال، ولا يمكن أي مصري أن يقبل ذلك، ولا يمكن أيضا أن نشك في السلطة التي تعبر عن ثورة 30/6 التي استعدنا بها هوية مصر. غدا هنكون معاكم إن شاء الله، تصبحون على وطن لا نفرط في ذرة تراب واحدة منه أبداً.